الأهلاوي مش هيسيبنا. شد وجاز وهات وهات وخد بص الشوط عدي فوت لا ملعوبة حلوة مو ما تخافش على الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. رحم الله شاعرنا الكبير عندما قال كفوني الكلام عند التحدي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وكل سنة وانت طيب وانت بادئ بتحدي. لكن مين دول اللي كفوك الكلام؟ قبل ما نقول لك مين هم دول، عايز أبارك لنفسنا وللسادة المشاهدين ولحضرتك ولكل الناس ولكل أهلاوي فخور بناديه وكل محب للرياضة بهذا التطوير وهذا الافتتاح وهذا الإنجاز الرائع لشركة لايف وما فعلته باستديوهات النادي الأهلي وبرامج قناة النادي. الحقيقة مجموعة أستاذ إبراهيم من البرامج والزملاء على أعلى مستوى. صحيح. وأنا برصد ردود الأفعال، بقيت قاعد كأهلاوي بقى ومشجع فخور فرحان. المجري، إيه الجمال ده؟ الأبطال مع هيثم، حد برنامج طبعا اللي كل يوم مع هاني رمزي وسهام صالح، البيت الكبير، البيت الكبير حاجة جميلة جدا جدا. الساعة 10 العاشرة صباحا، أنا قلت الله هيقولوا إيه الصبح دول رفقاء المكان، شدوني ما قدرتش أغير طبعا ما عرفتش أغير. أنا قاعد دلوقتي مش عارف أغير مفتاح قناة الأهلي الحقيقة. فألف مبروك لينا ولحضراتكم، وربنا يقدرنا ويوفقنا ان احنا نؤدي رسالة الرياضة كما ينبغي كما يتمناها النادي الاهلي وكما تنتظروها منا. كنت بتسألني بقى كفوك الكلام، كفونا الكلام، احنا غبنا وبين كل واحد يقابلنا انتوا فين انتوا فين، مجموعة كبيرة من الاحداث حقيقة بالاحداث والتحديات. الحقيقة يعني ما فعله الاصدقاء الالداء انهم كفونا الكلام، ما كناش محتاجين نكون موجودين. كفونا الكلام، علشان كده لما كانت الحلقه 544 من مسيره ملك وكتابه اللي بنقول لكم عنها كل سنه وانتم طيبين في ليله العيد، لازم نقف عند عدد كبير من الفقرات المهمه اللي هتستمتعوا بيها تباعا في مضمون الحلقه. مقالي وما قالوا. ويسالونك عن التراشق، وفي الغربال مصير أزارو وربنا يخلي جمعة، بعظمة لسانه جعفر الاعتراف والادعاء، أسرار الملك صالح سليم الدكتاتور والشأن الداخلي للزمالك، الشموع الحمراء طارق سليم رمز لا ينسى، مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده مضمون حضراتكم هتستمتعوا بيه تباعا ان شاء الله بفقرات غنية ودسمة جدا، نتمنى بإذن الله إن هي تنال إعجاب حضراتكم وتنال ثقتكم. شأن 543 حلقة من ملك وكتابة، تقريبا حفظتوا منهجنا فيها. لكن مقالي في إيه؟ هو أنت عايز إن كل مرة واحد فينا يعني يدي مفتاح كده ومقال، يتخيل نفسه بيكتب مقال عن موضوع. لو أذنت لي أنا هبقى معني ب اللي هو المصطلحات، ضبط المصطلحات، ضبط المصطلحات. أنا شايف إن أزمة الوسط الرياضي إن بقينا بنستخدم كلام في سياق يفرغ المصطلح من مضمونه ويأتي بنتيجة عكسية. ومثلا دي بتبتدي النهارده بإيه؟ بكلمة التراشق اللي أنت اخترتها. التراشق، ويسألونك عن التراشق. التراشق. حقيقة يعني التراشق
انا طلبت من حضرتك طلب كده، قلت لك والنبي شوف لنا في المعجم وفي جوجل معنى التراشق الحرفي، عملت لي ايه بقى؟ بص، التراشق في المعجم تراشق الاثنان بشيء يعني تبادلاه، يتراشق الحجاره يعني كل واحد فيهم بيرشق الثاني، مفيش طرف واحد بس اللي بيرشق. تراشق الاسئله الاثنين بيرشقوا، تراشق السباب، تراشق الشتائم، لازم في طرفين بيتراشقوا. اذا هو تبادل للاتهامات، للحجارة، للضرب، للمواقف، للمقالب، بالظبط لازم اكتر من طرف، للتصريحات في السياسه. يبقى في تراشق. انما انا الحقيقه اللي خلاني اعمل كده ان يعني ناس ليها عندي مكانه غاليه جدا، اعلاميين كبار، كل ما يحبوا يتكلموا في قضيه تبص تلاقيه لازم يروحوا ايه معممينها. فتبص تلاقي النادي الاهلي واقف صامت ازاء ما يتعرض له بشكل يكاد يكون يومي، رموز النادي والنادي واخبار النادي وتاريخ النادي كل يوم باساءات بالغه، وانت كل اللي بتعمله ضبط النفس والاتجاه الى القضاء والشرع والشرعيه. فلما يجي لك يوم تقول ايه يا جماعه بقى كفايه بقى يا اخينا كفايه كده عيب، يقول لك لا 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 كده بقى بلاش تراشق لدرجه التطرف، ويقول لك اقفلوا القناتين. شوف الغرض اللي هم عايزين يزقوا فيه الامور يا راجل، وتكلم تكلمهم بينك وبينهم يقول لك لا طبعا الاهلي ما احنا عارفين مين اللي بيتجاوز مين، بس الاهلي اسمه كبير قوي. ما هو الاهلي بيتصرف ككبير قوي استاذ ابراهيم. فانا لما اكون منضبط لو سمحتوا عايزين تسموا الامور بمسمياتها يبقى مش تراشق، يبقى اسمها تجاوز، فلان في كذا، فلان في كذا، علان في كذا، طالما ان مفيش رد فعل. لو انا قلت عيب يا اخينا ده مش تراشق، لو انا قلت بقى ما تستغلش صبري اكتر من كده ما تقوليش تراشق، والا يبقى الموضوع يعني انا شامم كده حاجه مش صح. اذا دي خلاصه راي مقال المهندس عادل القيعي، ويسالونك عن التراشق، وخلاصته ان التراشق يعني في طرفين بيتبادلا، لكن لما في طرف واحد بس هو اللي يرشق ما اصبحش تراشق، اصبح رشق مباشر. فبالتالي نتمنى بس كمان ضبطا للمصطلحات اضيف حاجه صغيره جدا. انت ممكن جدا في ازاء وانت بتتجاوز في حقي تقوم تسلمني جزء من التاريخ. انا لما ارد عليك اوعى تقول لي تراشق. انا برد بالتاريخ، انا برد بالمعلومه، انا بصحح، انا ما بكلكش الاتهام. انا لما بتيجي تقول لي كذا 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 نادي القرن انا خدته بقرار من الاتحاد الافريقي بكذا مثلا. تمام. انا بدي مثلا. فلما اجي ارد ده مش تراشق. فمن فضلكم يعني ضبط المصطلحات، ضبط المصطلحات، لانكم فيهم ناس الناس بتستنى منهم الكلمه عشان تمشي وراها. نتمنى ان الامر يكون واضح، وان شاء الله تعالى فيما بعد او لاحقا هيبقى رايكم وتعليقكم فيما قالوا عن ما قالوا عن مقال المهندس عادل القيعي. هنستقبل ارائكم على صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك ونتفاعل مع حضراتكم تباعا. والان في الغربال، مصير أزارو وربنا يخلي جمعة. في الغربالة يا باشمهندس الفكرة سريعا وببساطة، كل يوم وكل لحظة حضراتكم لو فتحت أي موقع هتلاقي أخبار على الأهلي، لو جالك على الموبايل خبر هتلاقيه عن النادي الأهلي، لو فتحت الجرنان هتلاقي الموضوعات الأساسية والكبيرة عن النادي الأهلي، فيها كتير جدا من الصح وفي كتير قوي من الغلط. الغلط بتتبني عليه آراء وبتتكتب عليه أعمدة وبيتشكل حواليه رأي، وهو في الأصل ما كانش صح يكون ومش حقيقي بالمره. عشان كده كانت دورنا في ملك وكتابه في هذه الفقره كل المنشور عن النادي الاهلي خلال الايام الاخيره كله يتحط في الغربال عشان نهز الهزه ونشوف لك حاجه في الغربال يا جماعه اللي مش صحيح. عايز اضيف لك حاجه في الغربال الحقيقه. انت بتقول مصير ازارو جمعه، ده اللي يضحكك انا بقالي يومين ثلاثه بسمع المصير فايلر. الناس فعلا 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 يعني بتحضر اجتماعات مجلس الإدارة وبتاخد قرارات مجلس الإدارة مش بياخدها حد. صحيح. يعني ريتهم يبلغوا المجلس بهذه القرارات. صحيح. فهنشوف تباعا عندنا ايه في الغربال. طبعا كهربا
حاز على القدر الكبير من الأسئلة أو من الاهتمام الصحفي في الفترة الأخيرة. كهربا يخرج من حسابات فايلر في الأهلي، وبعد التعاقد مع طاهر ووجود زحمة في مركزه كهربا يطلب تحديد مصيره في الأهلي. بس كمان نلاقي موقع آخر كهربا يهدد بتصعيد أزمة عدم مشاركته مع الأهلي منذ تولي فايلر المسؤولية. طب لعب شوية مع سموحة ولعب ماتش كويس وسجل وصنع، طلعت المواقع تقول لك فايلر يتحدث عن أداء كهربا أمام سموحة وموقف صالح جمعة. دخل صالح على الخط قال المتن إنه فايلر أشاد بعمرو السولية ومحمود كهربا وتسجيله الهدفين، بس في نفس الجرنان الأهلي يدرس التظلم لتخفيف عقوبة كهربا، والأهلي يبحث عن أدلة جديدة لتخفيف عقوبة كهربا. مش بس كهربا، الغربال مليان زي ما قلت لكم. طب خلينا عند كهربا شويه يا استاذ ابراهيم، عشان قضيه ما ننطهاش كده. ما انا هجيب لك عشان نستكمل بس الوضع مع لا بعض. انا نفسي كهربا، لان كهربا على قد ما داسه في هذا الموضوع. طب ما تشوف كهربا امبارح كان في 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 قناه الاهلي اكتر من ساعه، ها بيقول وصل بيه الامر، قال لك انا انا هبطل في النادي الاهلي حتى لو اشتغلت عامل بوفيه. يعني ده زيكم، بيقول لهم ريحوا دماغكم، ريحوني بقى. يعني لما يكون كهربا بيلعب وبيتالق وبيصنع وبيهدف وبيشارك عايزين ايه؟ لكن هو لازم استباق الاحداث كما يتمنوه او كما يتوقعه. نفس الكلام في الباقي اللي انت هتجيبه. طيب الاجانب ازمه في الاهلي، الاستغناء عن جيرالدو أزاروا على كف، عفريت ورحيل باجي وارد. احنا هنلاقي كل ده حضراتكم ماشي في سكة كهربا وأزاروا وشكل صالح جمعة وعلاقته. عشان كده كان لازم نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الأهلي هو اللي معني بغربلة كل هذه الأمور. ايه الحقيقي منها؟ ايه الصحيح؟ ايه السليم؟ ايه اللي غير صحيح بالمره؟ موقف كهربا ايه؟ موقف صالح جمعه ايه؟ لانه صالح جمعه الحقيقه لو بصيته من اول ما جه النادي الاهلي وهو مرصود باستمرار، عايز يلعب مش عايز يلعب، فايلر عايزه فايلر مش عايزه، باستمرار في كلام يا باشمهندس طرفه صالح جمعه برضه. ما هو المشكله هنا يا استاذ ابراهيم، طبعا انا لا اصادر على حق الاعلام انه يبحث عن الاثاره، ها، وانه بيدور على خبر يكون يشد الناس شويه، لكن الاغراق في انك تاخد انا كنت بعمل حاجه اسمها هوامش وتفاصيل، مقالتك الشهيره في المجال، انك تاخد الهامش تحوله الى سلسله مقالات وتفاصيل. طبعا صالح جوما كان عنده مشكله مش مع فايلر، مع كل المدربين، ان هو راجل مش منتظم ومش ملتزم ووزنه بيزيد. ايوه النهارده كانوا مراهنين على ان فايلر مش هينزله الملعب، لقوا الراجل بيتمرن ولقوه في الملعب. طب هو فايلر شفته بقى وادي صالح جمبة مبوز ازاي وفايلر مش هي لانه مضغوط عليه يبقى مش هيلعبه. ما هي رساله طلع فايلر قال ايه؟ لما تاخد انت من كلام فايلر يا استاذ ابراهيم في قناه الاهلي برضو، في البيت الكبير قال ايه لما تسال على موضوع صالح؟ قال لهم لو اني ما بحبش اتكلم على لعيب يعني، بس طبعا ما حدش بيناقش موهبته، لكن هو عنده وزن زياده وعنده لازم يتحرك بشكل افضل للفريق، يعني في شغل تكتيكي ولازم يلعب بطريقه بدل تخلي زمايله يقتنعوا انه بيلعب معاهم ولمصلحته. اذا هو شايف فيه امكانياته انه يقدر يعمل ده، لكن دوره جاي هيعمل الطريقه دي ازاي؟ هذا شغل مدربين، مره يقرص شويه، مره يطبطب شويه، مره يكلمه، لكن استباق الاحداث لخلق ازمه. وبعدين يقول لك اصل انا قلت زي ما قلت لكم، كل واحد الحقيقه يقول لك زي ما قلنا لكم زي ما عودناكم. الحمد لله ما حدش فيهم بيخيب. طيب صالح جمعه زي ما قلت لكم مواقع وجرايد عايشه عليه، عنوانها الدائم. كهرباء اديكم شفتوا دخل كمان قالوا باجي علامه استفهام وصداع في الاهلي، تراجع مستوى المهاجم السنغالي يدفع فايلر لاعارته، يدخل أزارو يضع الأهلي في ورطة، التخطيط تخشى من تجميد اللاعب بسبب توتر علاقته مع فايلر،
والتخطيط، تخطيط الاهلي تطلب تدخل الخطيب لانهاء ازمه فايلر وازارو. اللاعب المغربي يرفض الاستمرار مع الاتفاق السعودي ويتمسك بالعوده للقلعه الحمراء. طب ما تيجي نمسك هنا في هكمل لك وليد ازارو في العنوان الفرعي ده، معلش بس هنكمل ضروري، لكن في حاجات لو عدينا عليها. هو ساب الاتفاق وتمسك بالعوده للقلعه الحمراء لانه مش مرتاح في القلعه الحمراء، يبقى مؤكد ان هو واجد راحته اكتر في القلعه الحمراء. صحيح. وعايز يعبر عن نفسه بشكل جديد. طيب لكن وليد ازارو يطلب الرحيل من الاهلي بعد ما كان مستريح وعايز يرجع، وجيرالدو وازارو الاثنين بقوا ازمه في الاهلي، وفايلر بيطالب الاهلي بسرعه تسويق جيرالدو، بس الاهلي بيستدرك صالح جمعه المعلم للبيع في الصيف وعودته للتدريبات من اجل تسويقه. الاهلي يدخل دائره الشك، فايلر يرفع شعار تقرير واحد لا يكفي، وصالح خائف من فخ العفو. بصوا في النهايه كله احنا ليه ما حبيناش نذكر اسم الموقع ولا اسم الجورنال؟ علشان نرسخ للمنهج اللي احنا بدانا بيه ملك وكتابه. الخلاف مع المكتوب مش مع الكاتب، لا يعنينا لا اسم الجورنال ولا مين اللي كتب ولا اسم الموقع ولا مين اللي كاتب. خلاف مع حد شخص يعني. احنا بنتكلم على المضمون اللي حصل، ايه مدى صحته؟ حطيناهم كلهم في الغربال قدام الكابتن سيد عبد الحفيظ. احنا بعد احداث السوبر كنا قدمنا حاجات لاتحاد الكوره وعلى ضوءها يعني خد الكره اتحاد الكره او خفف العقوبه بصدد كمان ان احنا نشوف الالتماس الجديد باذن الله. بالنسبه لكهربا متهيألي كان معاكم امبارح يعني واتكلم بقلب مفتوح في قناه النادي يعني، فاعتقد ان هو اكتر واحد ممكن يوضح الامر ده يعني. احنا طبعا يعني النادي الاهلي كلام عليه كتير وكلام عليه بيبقى في كل المجالات، لكن في النهايه انت لازم تتقبل ده ولازم تواجهه وتتعامل معاه يعني بعقليه كبيره يعني. موجودين بشكل كويس واللعيبه اللي موجوده يعني على اعلى مستوى من الاحترافيه على فكره. وخلينا نتكلم بس ان يبقى دايما وانت داخل في فعاليات ومواجهات الدوري وافريقيا هيتكلم كتير جدا او الناس هتتكلم بشكل كبير جدا في تفاصيل وفي اشخاص وفي جماعيه وفي احداث، وده وضع طبيعي يعني. فمش عايز بس اقف على حاجات كتيره او اقف على حاجات معينه تاخد من تركيز الفريق او تاخد من اهتمام الفريق يعني، لكن الحمد لله الامور عندنا داخليه بشكل كويس جدا، الاجانب منتظمين بشكل كويس جدا، علي معلول وجاي وديانج وبادجي وجيرالدو كلهم بيأدوا بشكل كويس، خدوا بنسب متغيره او ثابته في مباراه سموحه والجونه أدوا بشكل كويس. عندنا فعاليات دوري زي ما قلت لك يوم 9 مع ام بي، ثم تلاحق المباريات وتوالي المباريات في الدوري، وبعد كده الحدث الاكبر اللي كلنا مستنيين ان شاء الله من هو البطوله الافريقيه باذن الله. بص هيتقال جيرالدو وهيتقال صالح جمعه وهيتقال ازارو وهيتقال كهربا وهيتقال احمد الشيخ وهيتقال كل الاسماء يعني، كل لعيبه النادي الاهلي نجوم وكل لعيبه النادي الاهلي ليها مكانتها ووضعها في الرياضه المصريه، فوضع طبيعي جدا يعني مع يعني قرب المباريات او قرب المنافسات او قرب حتى الانتقالات بتردد اسماء كتيره يعني. فزي ما قلت لك لو اهتمينا بالحاجات ديت والتفاصيل اللي بتتكتب او الاحداث اللي بتتكتب ولا حاجه مش هنشتغل يعني. ازارو طبعا على قوه الفريق، يمكن طبعا عقده هناك في الاتفاق وفسخ عقده في الاتفاق يعني من الطرفين، فبيديله حقيقة ان هو ممكن يبقى موجود معانا في فتره من فترات الدوري في اخرها ده كتمرين، لكن كمشاركه لا طبعا يعني. لكن شرح من هيبقى موجود معانا اكيد في التدريبات يعني، لكن هو على قوه الفريق بالتاكيد. صالح جمعه يعني قرروا مع الجهاز الفني وفايلر يعني المشاركه يعني، هو موجود في التدريبات مشارك في التدريبات، لكن المشاركه وعدمها ده دي حاجه خاصه بالمدير الفني على كل العصور النادي يعني، بغض النظر عن اسم اللاعب او مكانته او اسمه او سنه او اهميته، من عدمها اللي بيحددها الجهاز الفني يعني. صلاحياته محدده في ايه يعني، صلاحياته المحدده في ايه يعني. بص زي ما قلت لك انا الكلام اللي بيتقال على اللعيبه هيتقال على الاجهزه وهيتقال على الاشخاص في الفريق يعني، لكن المفهوم العام في النادي الاهلي ان كل واحد بياخد تخصصاته وكل واحد بياخد الدور بتاعه كامل عشان في النهايه يتحاسب عليه،
سواء كان نجح او لا، يعني ارقامك بتدل على فعالياتك ونجاحك من عدمه يعني. فزي ما قلت لك كل كلمه هتتقال او كل كلمه هتتكتب ولا حاجه هتشغل نفسك بيها وهتتكلم عليها، اعتقد ان ده يعني هياخد من وقتك كتير ومن تركيزك كتير. يعني صلاحيات زي ما قلت لك المفهوم العام عند النادي الاهلي هو كل واحد بالبوزيشن بتاعه، كل واحد في الدور بتاعه بتاخد صلاحياتك كامله عشان لما هحاسبك هحاسبك كامل في الاخر يعني كنتائج. يعني كل سنة طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بخير يا رب، وإن شاء الرحمن بإذن الله نتقابل في مناسبات حلوة ومناسبات جميلة، وكل سنة وانتم طيبين ويا رب يعد الأيام علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية والمصرية بشكل خاص طبعا بالخير يا رب دايما. يعني ردود كابتن سيد عبد الحفيظ احسن حاجه هزت العمليه يعني. لا يعني طبعا في يعني في ناس هتقول لك ايه، ما انت لما جيت سالناك على لعيب قلت مشاركته عند الجهاز الفني، ما هو ده منطقي يا اخوانا. الردود اللي فيها يعني اتساق مع نظام العمل مش ضروري نحملها معاني، هو مش بس صالح جمعه، اي لعيب موجود وجاهز هيتسال سيد عبد الحفيظ عليه يقول لك مشاركته عند مستر فايلر. مستر فايلر نفسه اصبح موضوع، هو قاعد ولا ماشي؟ يعني انت بتتكلم يا ابراهيم في ان كل اللي طلع ماتشين وديين، يعني الدوري او النشاط الرياضي رجع ماتشين وديين في كل الرغي ده ولسه ما ابتديناش حاجه. لا قال لك فايلر مش راجع. طب ما تيجي نقف عند فايلر ده وخد مني خلاص، فايلر مش راجع خد مني. بعد ما رجع خد منه خد منه ان رجع فايلر شرط الجزائي. قال لك لا مفيش شرط، ده عامل شرط جزائي، وبعد كده قال لك لا ده مفيش شرط جزائي ومدي لنفسه الحق يمشي في اي وقت. بص بقى موضوع الشرط الجزائي ده بس عشان نريح الناس كلها، لا قيمه له بالنسبه لمدرب ونادي مش عايزين يكملوا. انت فاكر ايام دون ريفي واحد من اعظم مدربي انجلترا صحيح. واعظم المدربين اللي دخلوا الكره المصريه. الراجل ده جه 3 شهور او 4 شهور عمل قلبان في مستوى النادي الاهلي صحيح. والكابتن صالح كان داخل عند خبال، انا فاكر يوم الندوه بتاعت الكابتن صالح وبياخدني على جنب بيقول لي دور ريفي عايز يمشي، مراته مش مرتاحه في مصر. قلت له يا نهار اسود، مش تقول لما استنى لما تخلص الانتخابات؟ قال لي لا، انا قلت له لو عايز تمشي امشي، لو عايز تمشي مش فارق، طالما ان انت عندك مشكله لازم تقعد مرتاح. حد يكلمني بقى على الشروط الجزائيه؟ مفيش حاجه اسمها شرط جزائي تقعد واحد يشتغل غصب عنه. لو عايز يمشي، طب ما انت لما جيت تمشي لاسارتي ما كان عنده شرط جزائي دفعته له. لا العكس بقى، لما باسيرو جاله حاجه سبورتنج لشبونه، عايز يسيب النادي الاهلي مشي، ولحد النهارده عليه الشرط الجزائي. اذا الشرط الجزائي مش هو القيد، ده زي اللي عامل ايه، متجوز واحده وكاتب عليها مؤخر، هي المؤخر اللي هتضمن لك علاقتك الطيبه. مش هتجيبها في بيت الطاعه بصرف النظر. انت لما كنت هتعيش معاها عشان خايف على المؤخر، يا عم مع 60 سلامه المؤخر ده. فاذا ما تشغلوش بالكم يا اخوانا بموضوع الشرط الجزائي اللي برضه هتلاقوه جلت. يعني انتوا بتقولوا ما فيش شرط جزائي، لكن هنفاجئكم. المهم مش دي القضيه، حتى لو ما فيش وحتى لو في، فايلر رجع عشان طلع هنا برضه في قناه الاهلي وقال انا بحب النادي الاهلي، انا مرتاح في مصر، انا عايز اكمل. طيب هنكمل لك الغربال علشان نشوف برضه، بقول لكم الغربال مليان. بقاء رمضان صبحي في الاهلي مكسب كبير للمنتخبين، الاول الاولمبي ده الكابتن مين؟ شوقي غريب. شايف شوقي غريب في المنتخب الاولمبي، استمرار رمضان مصلحه للمنتخب. طارق مصطفى بقى مدرب المنتخب او مساعد مدرب المنتخب الاول وابن الزمالك قال لك افضل احتراف رمضان صبحي، مش عارف انهي تخدم المنتخب، يقعد ولا يمشي. الاهلي يطلب من هيدرسفيلد الموافقه على استمرار صبحي لنهايه الموسم ومحاولات جديده لحسم بقاء رمضان. العرض المالي يرتفع لكام بقى؟ 4 مليون استرليني، وهيدرسفيلد يناور. اخر كلام الاهلي يرصد بقى 70 مليون لضم رمضان صبحي، واداره النادي اضافت 2 مليون استرليني لقيمه الصفقه تسدد على 3 دفعات. تدخل في حته تانية، المحمدي ينتقل للاهلي عبر بوابه الخليج،
وبيكهام في الطريق ودجله يوافق على عوده رمضان للاحمر. ما شاء الله رصيد كبير في الغربال. ما تيجي نروح الساحل الشمالي، تلميذك النجيب الكابتن امير توفيق مدير الصفقات. مساء الخير يا مدير التعاقدات كابتن امير، اهلا بيك. استاذ ابراهيم باشمهندس عربي، اخبار حضرتكم ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. صوتك باين عليه الهواء بتاع الساحل. يعني شويه. مش كده؟ شويه. طب ايه في الساحل بتخلص؟ المهندس عدلي كان دايما قاعد سنين طويله يرقصني، يقول انا في سيد عبد الرحمن وهو مثلا بيخلص حاجه. قاعد مستخبى في سيد عبد الرحمن كتير. انت دلوقتي في سيد عبد الرحمن مش كده؟ دلوقتي في الساحل، دلوقتي في الساحل بجد. لا يا امين. استاذ ابراهيم يقرا شويه منشتات عن اخبار تخص لعيبه النادي الاهلي، اللي زعلان واللي ماشي واللي جاي واللي احنا عايزين نجدد له و و و فهو طبعا قبل ما يجرجرني ويستدرجني قلت له عم عندك امير كلمه خد منه. بص هو بيوعيك ازاي. طيب احنا عندنا الاول يا كابتن امير موضوع ازارو، ايه بالظبط حقيقه الموضوع؟ ازارو كان طبعا كان في الاتفاق اعاره لاخر الموسم المفروض. جه موضوع كورونا، الموضوع اتاخر شويه. هو كان ليه بعض المستحقات الماليه ما اخذهاش من نادي الاتفاق. النادي الاهلي كان ليه 100,000 دولار برضه ما اخذناهاش. احنا كان يعني مجمل الاعاره كان 200,000 دولار. خدنا 100 بعد التوقيع بكام يوم، والمية التانيين ما خدناهمش لغايه دلوقتي. بس فاحنا كنا بلغنا الاتفاق بشكل رسمي ان انتوا لو حصل اتفاق مع يعني حصل بينكوا وازارو حصل بينكوا اتفاق ان احنا موافقين هو يجي، مش مشكله خالص. يكمل الاعاره بتاعته في شهرين الزياده يعني، بس ناخد الفلوس اللي هي بتاعتنا المستحقه من شهر فبراير اللي فات. هم رجعوا لنا بعد كده ان ما حصلش اصلا بينهم وبين ازارو اي توافق يعني، فالموضوع ما كملش. بس دلوقتي ازارو في المغرب مش كده؟ دلوقتي هو وانا بتواصل معاه هو والوكيل بتاعه على طول. بالنسبه لنا هو ان شاء الله هيرجع في خلال ممكن شهر ونص، شهر ونص كده بيرجع معانا النادي الاهلي. وهو معانا خلاص بعد الموسم ان شاء الله معانا خلاص، ويبقى ليه دور الفتره الجايه. ازارو يعود لصفوف الاهلي في الموسم الجديد ان شاء الله. تمام. طيب امال هو خلال الفتره دي هيعمل ايه؟ ولا هو دي بقى مشكله تخصه مع الاتفاق؟ لا خالص، هو دلوقتي خلاص هو الاتفاق ما فيش بينهم تعامل خالص خلاص. هو دلوقتي في المغرب واخد فتره راحه، لان هو وقت الكورونا كله كان قاعد في السعوديه، كان بعيد عن اهله. فيروح يزور اهله شويه لمده ممكن شهر او حاجه، ويخلص ويرجع لنا ان شاء الله بالسلامه ويبقى معانا ان شاء الله. طيب الاهلي له مستحقات عند الاتفاق السعودي، اتفق عليها؟ لينا 100,000 دولار والناس وعدونا ان هم هيدفعوهم. احنا بنتواصل معاهم وان شاء الله نوصل لحل في الاخر يعني. القضيتين مفصلين عن بعض، مستحقات ازارو عندهم ومستحقات الاهلي. دي حاجه ودي حاجه. الاهلي اوفى بالتزامه يعني. وهم نفسهم طبعا هو اللعيب ما رجعش على الاهلي. بالظبط. احنا بلغناهم بشكل رسمي ان احنا موافقين على الاعاره، احنا موافقين على الاعاره بس بشرط ناخد الفلوس الاديه بتاعتنا. اللي كانت مستحقه بعد وقت التوقيع يعني بعد التعاقد باسبوع. فكان الكلام ده المفروض حتى كان قبل الكورونا هناك ما تنتشر في السعوديه او في مصر، فكان الامور كانت ماشيه وقتها. فكانت يعني ربنا يسهل ان شاء الله. انما المؤكد انه في نهايه الموسم هينتظم او بعد شهر ونص هينتظم في الاهلي. هينتظم وان شاء الله نبدا موسم جديد ان شاء الله. طيب حديث الساعة بقى رمضان صبحي. ايه الجديد فيه؟ لا رمضان فيه يعني من غير تفاصيل كتير، احنا كتير احنا بنتكلم بنتواصل مع رمضان ومع النادي بتاعه عشان الفترة الجاية عامة. وهنشوف في الآخر ايه اللي هيوصل، نوصل ايه في الآخر يعني. يعني مش عايز انا اتكلم في الموضوع كتير. لا انت فعلا ما ينفعش تتكلم في أي تفاصيل، ما حدش بيتفاوض عبر وسائل الإعلام أبدا يعني. بالظبط كده يا باشمهندس، بالظبط. تمام. احنا بنزلنا رمضان بنزلنا طبعا لعيب مهم ولعيب كبير يعني، فاحنا هنشوف الفتره الجايه هنحصل ايه في الاخر يعني. بس قول لشركائك اللي معاك في الاداره، اللي هم بيكتبوا في المواقع دول وبيكتبوا لان دول حاضرين تفاصيل انت مش موجوده عندك يعني ولا عندي الحقيقه يعني. مش وانت انا كل شويه لقيت تفاصيل بيكلموني ويقولوا لي مثلا لعيب جاي في النادي الاهلي او الاهلي بيكلم كذا، اقول لهم ما حصلش. دلوقتي من كتر ما انا بقيت بنفي بقى في جمهور الاهلي بقى بيقول لك امير بس بينفي، امير جاي النادي الاهلي ينفي يعني مش جاي يشتغل. من كتر ما انا بنفي امير النفي. امير النفي.
بس فعلا في الواقع فعلا الكلام ده بتطلبه يعني. هو الجمهور لازم يبقى فاهم ان طبيعه العمل ما فيهاش. هل انت شغال دلوقتي على احتياجات المدير الفني للموسم اللي جاي؟ على الناس بتتكلم في بيكهام ده مطروح دلوقتي او باهر المحمدي؟ بص بعيد عن اسامي حضرتك لو فاكر احنا في شهر واحد اللي فات كان فيش فايده دي مداخله مع حضرتك ومع المهندس عدي. ايوه وقلنا احنا بنشتغل على الصيف من شهر قديم. تمام لو فاكر. تمام احنا اوريدي محضرين كل حاجه من بدري جدا بس طبعا كل حاجه في وقتها بنتكلم فيها وقت مناسب مهندس عدي يعني خير معلمنا الحاجات دي يعني. انما شغال في ده كويس قوي يعني تقدر تطمن الجمهور في الاتجاه ده. آه ان شاء الله ان شاء كده الله. انت عرفت ليه انا بقى حولته عليك؟ لان عارف ان انت برضو هتنشف ريقه اكتر مني. شوف بيحرضني ترجعوا تزعلوا. صحيح يا باشمهندس. في اي حاجه للاجانب اللي عندنا بدون اسماء في حد جاي له حاجه؟ طب اقول لحضرتك حاجه انا احنا دلوقتي النهارده احنا في شهر اول 8 كده احنا لسه نص الموسم ما خلصش صحيح ولسه افريقيا احنا لو الوضع لو طبيعي ما فيش كورونا احنا كاننا شهر فبراير. حضرتك فاهم قصدي؟ بالظبط احنا طبعا عارف تكون بدايه الدور الثاني بالظبط. شويه لما حصل ان في كان احتمال ممكن الموسم يكمل او ما يكملش او الكلام ده كله ممكن الناس افتكرت ان خلاص ينفع في صفقات والكلام ده كله. بس الواقع لا احنا في نص الموسم. قدامنا شويه يعني لسه قدامنا شهرين ثلاث شهور لسه مش مستعجلين يعني. مطول في الساحل؟ لا العيد في الساحل اللي بجد يعني بس انا والله انا من اسبوعين لقيت ناس بتقول انا كنت في الساحل برضه مع مراتي واولادي هنا في الساحل. لقيت الناس قالت لك امير في الكونغو راح مش عارف يعمل ايه. راح معانا الساحل راح الساحل بتاع الكونغو. اتصورت على البحر عشان اطلع على البحر بس كده وتمام وموجود. كل سنه وانت طيب يا كابتن امير. حبيبي يا باشمهندس حاج ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب وبالتوفيق دايما. ربنا يخليك ميرسي جدا. شكرا كابتن امير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي. ويعني هذا الشبل من ذاك الاسد. كنت فاهم ان انا بقدر اخد ودي من المهندس عدلي طلع بوعيه اكتر. مش بوعيه. ما هو انت دلوقتي زي ما هو قال في نص موسم ولسه في بطوله افريقيا وفي التزامات اخرى. لا يمكن يبقى في كلام على تسويق لعيب او استخدام لعيب دلوقتي بشكل ما يصحش يعني. طيب جاوبني انت. الاهلي يرفض توصيه فايلر. رينيه يطلب تدعيم قلب الدفاع والمنطق سلاح الاداره. طب النبي بص عليه. يعني عملوا له مشكله مع الاربع محترفين. خلاص. عملوا له مشكله مع صالح جمعه. وعنده مشكله المصابين دلوقتي داخلين في الدفاع. والراجل يعني انا مش فاهم ده لو قاعد ما بيعملش حاجه غير انه صرح مش هيكتب كل الاخبار اللي بتتكتب عليه دي. الرجل لا يصرح ولا احد يصرح بالنيابه عنه. والنهارده لما يكون عندك محمود متولي وعندك ياسر ابراهيم وعندك سعد سمير وعندك ايمن اشرف وعندك رامي ربيعه فين المشكله اللي عندك؟ وطالع لك ناشئين وبعدين اديك شايف في خط الوسط بسم الله ما شاء الله راجع اكرم توفيق وعندك العربي بدر ظاهر بشكل كويس. طالعين مكسب كبير قوي. يعني انا عايز اقول لك يعني مش عايز اقعد اتكلم في اسماء وانسى حد لكن الدنيا جابوا منين ان الاهلي مزنوق؟ الاهلي مش مزنوق في حاجه خالص. يعني الاهلي لو وقفت على كده لا اداها حدود باذن الله بشرط واحد ان يعرف الجهاز الفني وكل لعيبه عنده الرغبه ان يدي كل اللي جواه لان اللي جوه لعيبتنا اعلى بكتير من اي حد هتجيبه مش احسن من اللي عندك. انا رايي. طيب من خلال شغلك المدير الفني بتبقى له توصيه يعني في مدربين في تعاملهم مع الاداره ومع لجنه الكوره ليهم شروط لا هو الفيتو عنده. مش شروط. ده انت مهما قلت ومهما عدت هو القرار بتاعه. القرار فيما يتعلق بفرقته. ايوه مش في سياسه النادي. يعني مش النادي. في سياسه النادي. واخد بالك؟ لكن عمر النادي ما هيقول له انت ما تلعبش فلان ليه؟ ولا خد فلان وانت مش عايزه او خد فلان وانت مش عايزه. لكن لو زي صالح جمعه لا ما هو يعني مش خد ده انا وافقت على نزوله التمرين. صالح جمعه هو الراجل طلع ورد. يعني قال لك غصب عنه قال له لا يمكن يكون نازل غصب عنه. طبعا مش وبالذات الراجل المساعدين قالوا لي انه فعلا ملتزم وعنده الرغبه. انا اقول لك انا احساس انا يعني كراجل ده راجل تربوي وعايز يضغط على لعيب
عارف انه لو اتقرص عليه واستحمل هيبقى بني ادم تاني خالص. يعني لو صالح جمعه استحمل اللي بيحصل ده انه يتمرن وضغط عليه وينزل او ما ينزلش كل دي اختبارات، انا رايي لو اجتازها بنجاح صالح جمعه ده هيروح في حته تانيه. صالح هيروح في حته تانيه، واحنا هنروح لفاصل، بس بعد الفاصل كل واحد هيتمسك من عظمه لسانه. بعظمة لسانه جعفر بين الاعتراف والادعاء. تابعنا طبعا الفترة اللي فاتت كابتن فاروق جعفر في يمكن وصف من بعض الناس حتى نجوم الزمالك القدامى انه ده اغرب واخطر تصريح في التاريخ، لانه بينسف حاجات كتيرة جدا. هنا كلام الكابتن فاروق لما اتقال تم الزج فيه بالنادي الاهلي، واحنا كالعاده يعني كالعاده مش ممكن حاجه ما يزجش بيها. هو قال ولا الانديه الاخرى، قال لك ده الاهلي بالظبط. راح لما الاسماعيلي رد والمقاولين رد والمنتخب رد، والوحيد اللي ما ردش النادي الاهلي. لانه حاجه تضحك. يعني انت عفتني على اني اقول حاجه. فاروق جعفر اذا كان قد قال هو لا يعني الا حاجه واحده، ما عاشاه في نادي الزمالك. بس تروح يمين تروح شمال ملهاش الا كده. طيب تعالوا الى كلمه سواء. المؤكد ان انتوا عارفين خطنا وعارفين منهجنا وعارفين الثابت بتاع ملك وكتاب شان قناه الاهلي في كل الفترات، كل الاحترام والتقدير لكل الانديه المنافسه، الاحترام للاتحاد والزمالك والاسماعيلي وكل الانديه. لكن لما تجيب سيره النادي الاهلي ولما توجه كل هذه الاتهامات للنادي الاهلي ولما تضغط على جمهور الاهلي ولما تصف النادي الاهلي بكل اللي انت بتوصفه، اليس لنا حق الرد؟ في حد قال انه عمل عداد طلعت ارقام قياسيه جدا لذكر كلمه الاهلي لدى مثل هذه البرامج وهذه القنوات. قلت لك مره خلي الاعداد يعملها لنا هتذهل. طب ليه؟ ما احنا نتمنى ان احنا نفضل دايما وابدا في قناه الاهلي او في ملك وكتابه اللي احنا بنقدمه نجيب سيره الزمالك بكل خير، ونجيب سيره المصري والاسماعيلي والاتحاد وكل الانديه الشقيقه، لانها انديه مصريه، انديه وطنيه، انديه عليها دور كبير في الحركه الرياضيه. نتمنى ان احنا نفضل دايما وابدا نجيبهم ونجيب سيرتهم بكل خير وبكل احترام وتقدير. لكن باللي انتوا شفتوه ده او اللي انتوا هتشوفوه ده، ازاي يوصف النادي الاهلي بكل ده وما يبقاش لملك وكتابه حتى حق الرد؟ نشوف ازاي حكم واحد يجي الفرقه ثلاث مباريات في مباريات القمه بيكسبوا بالظلم التحكيمي بطولات نادي الزمالك وبجد الفجر انفجره. ده انت حكم فاجر، الحكم ده لازم يتوقف. والاتحاد الافريقي مالوش نيه ان هو يوجه البطوله للنادي الاهلي. التحكيم اللي انا شايفه ده مبروك على الاهلي الدوري. ازاي حكم واحد يجي الفرقه ثلاث مباريات في اربع مباريات، في اخر اربع مباريات يجي لهم ثلاث مباريات. هل الكلام دوت ما يعملش ريبه؟ اما تكون بتظلم في مباريات القمه باشياء لا منطقيه، يعني غير يتصورها العقل، يعني حاجه لا يختلف عليها اي بشر. بيكسبوا بالظلم التحكيمي، ولكن تيجي تقول لهم يا جماعه انتوا كسبتوا بظلم تحكيمي في ماتش كذا. احنا الحكام معانا، احنا اتحاد الكره معانا، احنا نادي الدوله، احنا مش عارف ايه. هكلم يعني بما يرضي الله في النقطه دي بالذات. هم الحكام يتلككوا ان النادي الاهلي يكسب. بطولات نادي الزمالك كلها مش عايز اقول بشرف وامانه ونزاهه خدها، عمرها ما كانت فيها مجاملات. هل ده معناه ان كتير من بطولات النادي الاهلي كانت فيها مجاملات؟ مش باعترافي انا، لو انا ببقى انا بكلم حسين ازاي؟ لو موجوده النهارده الحكم لو عمل حاجه ما ساعدش النادي الاهلي، هتلاقي كابتن شوبير او اي القنوات اللي هي اللي تبع الشركه الراعيه بتهاجم الحكم، كله بيمسك الحكم يتبعه. طبعا
دي عينه بسيطه عينه عشوائيه، لكن اكيد بنشوفه كتير جدا، وكل موضوع من دول ردينا عليه كتير قوي فيما يتعلق بالتحكيم، وهنرد وهتلاقوا اكتر فريق بيتظلم من التحكيم النادي الاهلي. ربما كانت المشكله ان الاهلي ما بيوقفش كتير عند الشكوى، لكن هتشوفوا وقائع كتيره جدا. اللي حصل ده كانت الخاتمه بتاعته التصريح القنبله لكابتن فاروق جعفر. الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا انا مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك، انا يقعد معاك بس زمان حكام الافارقه كانوا بييجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى انت بتقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صعب، بتكلم بجد. الحكام الافارقه ده بيجوا النادي الزمالك، مش احنا ومش احنا بس، احنا وانديه ثانيه كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد. اسمع بس، اسال بتوع بورسعيد عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره ماشي، مش عارف عايز ايه حاضر ماشي كويس تمام. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني، فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد فهو الحكم يقول لي مباراه مثلا في مصر فيها مثلا 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا، فانا بقعد اتكلم مع الحكم، يقول لي انتوا اللي عايزين ضرب الجزاء نديكوا ضرب جزاء مش عارف ايه، بس ما يبقى عدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني. انت كابتن بتتكلم كلام في منتهى الخطوره. خطوره ايه؟ مش دي حقيقه؟ خطوره حقيقه إيه؟ يعني انت حضرت وقائع زي دي؟ حضرت ايه؟ انا كنت بلعب وبحضر يعني كان الحكم يجي يقعد في الاجتماع الفني مع كابتن نادي الزمالك او كابتن النادي، انت عايز تقول النادي الاهلي؟ لا اي نادي، مش عايز اهلي يعني الزمالك اهلي زمالك اسماعيلي والمقاولين. لا ازاي والمقاولين والاسماعيلي؟ ازاي؟ لا الاسماعيلي والمقاولين يعني عايز المحله المصريه كانت تجامل يعني الزمالك واهلي كانوا بيجاملوا من حكام افارقه في مصر في الثمانينات. اتكلم بصراحه. المهم يعني فكان يقول لي ايه احنا عايزين، فيجي معايا مدير كوره يعني الزمالك الجامل مثلا في ماتش مثلا، خليني اكلم يعني ما تقول لي بس. انا اي حاجه بقولها للتاريخ، انا مش بقولها مثلا عشان انا مثلا هستفيد حاجه، انا ما استفدتش حاجه ماشي. يعني مثلا الحكم هينزل مثلا في شهر زاد، لا يا وديه مثلا سمر قميص وديه الهيلتون مثلا. الحكم عايز عربيه يسافر بيها يروح بورسعيد، فالعربيه مثلا تويوتا، لا وديه له جاب له عربيه مرسيدس يروح فيها. ده كان مع الزمالك. البوكت ماني بتاع الحكم مثلا هياخده الحكام البوكت ماني مثلا 300 دولار، لا ادي لكل واحد فيهم 1000 دولار مثلا. وده كان بيحصل مع الزمالك ومع الاهلي، كل الانديه المصريه. يا استاذ احمد، فاروق جعفر بيتكلم وانت بتحط له الكلام على لسانه، ما ينفعش تقول له بيحصل مع الزمالك ولا الاهلي. هو حاضر ده مع الزمالك لكن ما حضرش مع الاهلي. اللي يقدر يروح حضر مع الاهلي حد من النادي الاهلي او حد حضر وقعه النادي الاهلي. لكن سيادتك بذكائك عايز تلحقه عشان تدول المشكله كما حدث فيما بعد، انت بتدول القضيه. حلو التدويل ده. حلو التدويل ده. طبعا ما بقتش قضيه تخصهم دلوقتي. ده كل الانديه. ففوجوا بحاجه بقى. فوجوا ان الاسماعيلي زعلان والكابتن علي ابو جريشه بيرد يقول لهم والله انتوا اذا كنتوا بتكسبوا كده احنا بكسبنا بعرقنا. علاء نبيل يقول لهم والله المقاولين والاهلي مش محتاجين الكلام ده اذا كنتوا انتوا محتاجينه. ف يعني عشان كده بقول لك كفونا الكلام. هو احمد جمال عايز يحولها، وهو الكابتن فاروق قال له انا التاريخ يا اخي انا عايز حاجه من انما ايه في الاخر خالص لولا ما اخرج قال لك هو يقصد الانديه الاخرى، وراحوا ابتدوا ايه يتكلموا عن النادي الاهلي. المضحك لجانك يا خطيب في هذا الموضوع. ايوه يعني كل واحد بيعمل عامله عارف انت يا استاذ ابراهيم في فوبيا من الضلمه يخاف من الضلمه يقول لك ايه دي فوبيا من الضلمه. طب واحد مش عايز يركب الطيارات بيخاف منها او شايل همها فوبيا الطيران فوبيا الاسانسير فوبيا، لكن فوبيا الخطيب دي جديده. حلوه دي ده تشخيص حلو في فوبيا الخطيب. ده حد عايش ليل نهار كل ما واحد يقول له ايه حادثه في المنصوره يا كابتن خطيب ايه
مش عارف ايه كل حاجه لجانك يا خطيب. الحق يا خطيب. طبعا الحاجات الباقيه اللي بقت كوميديه ومتكرره مش ملهاش معنى. لكن هي القصه ايه؟ هو الخطيب نرجع تاني يا اصحاب التراشق اللي ما بسمع صوت تقوله عيب. يعني هو الخطيب ده مش رئيس اكبر نادي في القاره؟ هو الخطيب ده مش اسطوره كره القدم في القاره؟ هو الراجل ده يعني مش ما يستحقش منكم الرد بالنيابه عنه؟ لكن لاول ما حد يقول عيب الكلام اللي بيتقال ده يقول لك ايه التراشق ده؟ شيء مش قادر استوعبه. فالنهارده فوبيا الخطيب على التراشق على كفونا الكلام. والله العظيم ثلاثة انا بيجي لي وقت ناس تقعد تقول لك يا ريتكم موجودين. قلت له الحمد لله ان احنا مش موجودين، ما كناش هنقدر نعمل اللي عملته القناه دي في الدفاع عن النادي الاهلي. عن النادي الاهلي. امال ايه وابراء صحته؟ ده كل الحلال والحرام اتوضح خلاص. صحيح. انت الصور كلها اللي جبتها ها؟ هتجد ليها بقى كلام وهم بيقولوا ده كلام وهم بيتكلموا على الاهلي. اتهاماتهم للاهلي. طب شوفوا بقى كلامهم عن الزمالك، انت جايبه ولا مش جايبه؟ طب عايزين نشوف ده. طيب شايفين كلام الكابتن فاروق جعفر واضح ازاي؟ قال له انا مش عايز حاجه، انا بقول كلمه للتاريخ. وبعدين يقول له والنادي الاهلي، قال له لا عشان كده انا بقول حاجه. في اعتراف وفي ادعاء. كابتن فاروق الراجل كابتن تاريخي لنادي الزمالك، كابتن كبير، واحد من ابرز نجوم الكره المؤثرين في تاريخ نادي الزمالك. هو بيتكلم عن وقائع هو بيقول ان هو عاشها، هو صح او كذب مش قضيتنا احنا على فكره، بس قضيتنا لما يعترف هو بوقائع بيقول ان هو عاشها دي مسؤوليتها على نفسه. حضرها. لكن لما يتم الادعاء ان ده بيحصل من الاهلي يبقى ده ادعاء. انا لما اقول ان انا عملت وسويت يبقى ده اعتراف مني. لما ادعي ان المهندس عدلي كمان عمل وسوى يبقى انا بدعي عليه. وهنا البينه على من ادعى. ده قاعده. انت عندك ادعاء ان الاهلي عمل، هات لي بينه ان الاهلي عمل او الاسماعيلي عمل او المقاولين عمل او كل الانديه اللي انت حدفت عليها هذا الطوب. هو طرح القضيه دي والكلام ده احنا مش طرحينه يعني علشان في نوع من يعني انه يستحق نوع من الجدل، لكن احنا بنوري لهم ان والله الاهلي ما محتاج حد يدافع عنه، كتر خيره. يطلع بعد كده الزميل محمد الراعي في قناه الزمالك يقول لك لا ده الموضوع فقط على الاهلي، تخيلوا؟ طلع منه زمان. برغم وضوح راي الكابتن فاروق جعفر، نشوف الراعي. وكلنا عارفين ان في فساد في التحكيم الافريقي، بس الكابتن فاروق مش عايز يقول ان الفساد ده، هو قال لك انديه اخرى طالت الفساد التحكيمي، وهي مين؟ هي النادي الاهلي. بس هو من ادب كابتن فاروق جعفر مش عايز يسيء للنادي الاهلي. انت عايز تقول ان هو كان قصده من التصريحات ان هو كان عايز يتكلم عن النادي الاهلي مثلا، بس هو مش قادر يقول كده؟ في فساد تحكيمي. في فساد تحكيمي في افريقيا، وكان بيستفيد منه النادي الاهلي، وهو بيستفيد لان في عليهم تهمه تحكيميه في البطولات المحليه والافريقيه ان الحكام بتجامل النادي الاهلي. حكام في البطوله الافريقيه بيجاملوا الاهلي. كابتن فاروق جعفر راجل مؤدب وكان فقط يقصد الاهلي، بس عشان راجل مؤدب ما رضيش يذكر الاهلي. كلام الكابتن فاروق كان مؤدب علشان فقط بيذكر الاهلي. طب ما نرجع نسمع كلام الكابتن فاروق في جزئيه هو كان يقصد مين بالظبط. الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا سنة مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك؟ انا يقعد معاك بس زمان حكام الافارقه كانوا بييجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صعب، بتكلم بجد. الحكام الافارقه ده بيجوا لنادي الزمالك؟ مش احنا بس، احنا وانديه ثانيه كانوا الحكم اول ما يجي عايزين يروح بورسعيد. اسمع بس، اسال بتوع بورسعيد. عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج، ماشي. وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهرة، ماشي. مش عارف عايز ايه، حاضر ماشي اهو. كويس؟ تمام. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراة، الاجتماع الفني. فأنا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد. فهو الحكم يقول لي مباراة مثل في مصر فيها مثل 50 60 70 80 ألف متفرج بيتفرجوا.
فانا بقعد اتكلم مع الحكم، يقول الحكم يقول لي انتوا اللي عايزين ضرب الجزاء نديكوا ضرب جزاء مش عارف ايه، بس ما يبقى عدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني. انت كابتن بتتكلم كلام في منتهى الخطوره. خطوره ايه؟ مش دي حقيقه؟ خطوره حقيقه إيه؟ يعني انت حضرت وقائع زي دي؟ حضرت ايه؟ انا كنت بلعب وبحضر يعني. كان الحكم يجي يقعد في الاجتماع الفني مع كابتن نادي الزمالك او كابتن النادي اللي تعزم النادي الاهلي ايوه. انا مصدق كابتن احمد جمال، كابتن فاروق جعفر واضح وصريح كانت بيحصل معاه بصفته كابتن، لانه كان كابتن النادي الاهلي وقتها. هو كان كابتن النادي الاهلي، عشان كده بيتكلم عن النادي الاهلي. يا جماعه واضحه، انتوا بتوحوا في ايه؟ والله العظيم انا بشوف كان كابتن الاهلي هو في حاجه كده، انك ممكن يعني للدرجه دي عايز تتكلم كلام انت مش مصدقه وعايز الناس يصدقوا؟ يعني انا ساعتها ببقى متمخول يعني هل وصلنا الى حد ان احنا خلاص نقول اللي احنا عايزينه وسيبك من المتلقي؟ حتى جمهورك لما يسمع الكلام ده، طبعا اللي عايز يكيد واللي عايز يحفل واللي عايز بتاع هينبسط، لكن العقلاء الناس اللي عايزه تسمع وتوصل لها حقيقه وتعرف ناديها شكله ايه، بيتكلم ايه، الكلمه اللي بتصدر تقولها ايه، لما نقعد نسمع كلام بهذا النوع بعدين يطلع واحد يفسر اصله كان يقصد الاهلي. ما هو كان كابتن النادي ملهاش حل تاني، يقصد الاهلي يبقى هو كان كابتن النادي الاهلي وبيحضر الاجتماع الفني. وبعدين يطلع قبل كده له فيديوهات بيقول لك قال لي ترمي عشان احسب لك ضربات جزاء، وانا من سنه 83 خمس ضربات جزاء ولا واحده منهم صح. بس انت غالي عند شوارب قوي. ايه هيجيبها لي ولا ايه؟ هاتها لنا يا عم شوارب. كابتن فاروق مش اعتراف جديد، ولا اللي قاله الكابتن فاروق كانت مجامله، واذا كان المره دي حطوا له بقيه الانديه فقبل كده الراجل كان كلامه واضح وصريح مع الكابتن مدحت شلبي. اخدت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده جميله يا كابتن فاروق. ولا واحده سليمه. ولا واحده ضربه جزاء. خمس سنين بتشيل المدافعين. البطوله الافريقيه يا كابتن. البطوله الافريقيه كان وليد صلاح الدين كنت قاعد اقول له كده. البطوله الافريقيه سنه 84 احنا ثلاث ضربات جزاء مصيريين في تاريخ نادي الزمالك. لعبنا جيت الجزائري، انا كنت جاي من تنزانيا كان دراعي مكسور وكنت مجبس ما لعبتش مباراه جيت هناك. مغلوبين 3-1. الكوره مش ماشيه يا كابتن، ما اصل جوه الملعب فيه حوالي 120,000. عايزين نجيب له جول، ما الجول هو اللي هيفتح الموضوع. فالكابتن لطيف كان بيذيع الماتش ان انا ما روحت بالليل اتفرج على ضربه الجزاء، قال لك ده العالم كله شايف الكوره وشايف الكابتن وشايف فاروق جعفر وهو بيتضرب. هو بيعدد من موقفك رحمة الله عليه. فانا رحت رايح خابط نفسي فيه وهو بيحمي الكرة عشان حارس المرمى ياخدها. ملوش حل تاني خالص، هو عمل لي الاعاقه لكن هو في الحقيقه ما لمسنيش. يعني انت لدرجه اللعيبه بتاعت الجيت دولت قعدوا ده في بقى مباراه الجيش المغربي. الكره اترفعت، انا رحت اللعيب بيلعب، كنت بلعب سنتر فيرود، اللعيب بيلعب على يمان، فانا الكره جايه فهو باصص للكره انا باصص للكره. والحكم باصص لنا. فانا رحت رايح في اتجاه الكره، وانا رايح هي دي الحكم ما شافش. طب انا وقعت، ايه المناسبه ان انا اقع؟ لازم يكون ده عمل لي اعاقه، ضربني، عمل لي اي حاجه. وطبعا شوف بقى الحكم يا كابتن مدحت، الحكم مش شايف اي حاجه غير يجري على النقطه. رجعها نصر. الحكم مش موجود خالص في نص الملعب، بس لا واحد بيتكوم. طب ضرب ده ازاي يا جماعه؟ راح حاسب لي ضربه الجزاء. اداك ضربه. بص يا كابتن جاي ازاي؟ بص جاي حاطط صباعه على فين؟ على النقطه. ولا شاف حاجه اساسا. ولا شاف حاجه. بس اهو تركيزه كله على ضربه الجزاء. الموضوع قديم يا كابتن ابراهيم، يعني هو بيقول ما فيش ضربات جزاء وهميه، ورجعت لقيت الكابتن لطيف عشان تعرف الموضوع قديم من امتى. بيشرحها بيقول انا كنت بضحك وانا قاعد في البيت، اهو العالم كله شايفها، شوف زي شوف عمل، وهو الراجل ما لمسنيش. ده الكابتن فاروق جعفر طبعا اللي يقصد النادي الاهلي، لانه وقتها كان كابتن النادي الاهلي. والمباراه دي كانت بين النادي الاهلي، واخد بالك؟ وجيتي زي اوزو. ما يعني هو بس ايه، لابس متنكر في زي الزمالك. لكن هو حقيقه
عشان الاستاذ بس محمد الرائع والاستاذ احمد جمال اللي مش عايزين نحولها لمشكله بيننا وبينهم. بس يا جماعه ما ينفعش الكابتن لطيف اهو اعتبرناها خفه دم اهو شوفوا والدنيا كلها شايفاها يطلع صاحب الشان يقول لك والله ما حد لمسنا بطولتين اهو. احنا ليه بنتكلم الكلام ده؟ لان اذا كنا احنا نتكلم ده حقنا بقى بصراحه، لان اللي عمالين يتكلموا في البطولات الحلال والبطولات الحرام، وده جزء من ضبط المصطلحات يا استاذ ابراهيم. أيه. الحلال والحرام والسبعه والتسعه. لا ده السبعه دول فيهم سته ولا خمسه؟ التسعه دول فيهم سته او خمسه او اكتر يمكن فاروق جعفر جايبه بالطريقه دي. ولما تسمع مش بس فاروق جعفر وغيره وغيره وغيره، انا ارجوك انك تكون متنبئ انك جبت لنا بقيه الفيديوهات اللي بتاكد على الموضوع ده. انت قلت ايه؟ كفونا الكلام. كفونا الكلام نقول ايه؟ كفونا الكلام نسمع الاعترافات بعظمه اللسان. والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اوعى في ال 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، قول تعالى اقف والله اقف تقف يقول لك ايه خش ال 18 ارمي نفسك. يعني غصب عنك انت كواحد بني ادم مش هتبقى عايز واحد بينافسك هيخدر، ده شعور اللعيبه ممكن، فمش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، هتلعب لكن مش هتقتل نفسك. صح. في ناس يقول لك طب الاطراف اللي كانت شغاله في ماتش الزمالك والاهلي مش شغاله ليه في الاسماعيلي؟ ان الماتش الاهلي ده حال، ده انت بتلعبه يعني الاهلي مش زي اي ماتش. صح. ثانيا هقول لك حاجه، مش انا شايف ان اللعيبه مش يعني ايه الدافع بالنسبه لها؟ يقول لك الضمير، الضمير وكل حاجه، لكن ايه الدافع الحقيقي بجد كلعيب ان انا هموت نفسي عشان المنافس اللي انا بيني وبينه بعد طول عمري اغيظ واحد صاحبي انت خدت كام بطوله؟ ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان هو اللي ياخد الدوري؟ كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيش ولا واحده ولا واحدة جميلة يا كابتن ولا واحدة سليمة ولا واحدة ضربة جزاء. احنا خسرنا الماتش ده عشان مجلس إدارة هو اللي خسرنا. يعني مجلس إدارة كان عندنا ماتش الأهلي وبعد الأهلي في القناة. احنا لو كسبنا ماتش المصري ده واتغلبنا من الأهلي هناخد الدوري برضه. لأن كنا فرق خلاص انت فرقت. والمجلس خسركم ليه بقى؟ جم قالوا خلاص هم عملوا اتفاق مع المصري ان هم يلعبوا المباراه دي خلاص محبه محدش يتعور محدش يدخل جامد يعني حلوين مع بعض يعني بس لكن الزمالك بيخش فيك على طول ببقى من جوايا كده ببقى مبسوط تبقى مبسوط انت زملكاوي ولا ايه؟ والله لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي؟ لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا نبقى في الامان 100 100 مفيش مشاكل يعني مفيش مشاكل حصلت معايا مع كابتن حسام ساعتها كان بس انت جريء قوي على الهوا بتقول الكلام ده عادي لا عادي ما بكسفش ما بتخافش من حاجه فكان الكابتن حسام ساعتها مش عارف راجع من وقف ايام كابتن حسام حسن حسام حسن ايام كان في الزمالك ولا في الاهلي؟ لا في الزمالك اوتوفوستر وكده فراجع برضك من وقفه ومش اصابه حاجه زي كده كسبهم الحدود في الحدود 1-0 ورجع كان عندنا مباراه المحله في المحل هو برضك المحله والزمالك كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين فطار عليها بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده وكنت طار معاه حضنته بعد ما جاب الجول. لما رجعت من الكويت لعبت الغزل المحله 4 شهور لعبت السيمي فاينل كاس مصر غزل المحله مع الزمالك وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي ما يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي يعني ما طوعنيش فرص وانت ما حبيتش تهدف جالي فرص لدرجه ان يبقى انا كنت بلعب ساعتها مركز مع بعضينا لدرجه ان انا جالك فرص جالي فرص وما قدرتش لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن في يوم واحده قلت له شيل يعني في يوم واحده عارف انت اللي هو ايه انا خلاص يعني لازم انت احط بتقول لي كابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده شيل يعني الله ينور عليك كفونا الكلام. هل انت محتاج بعد ما تسمع ده اهلاوي اسماعيلاوي زملكاوي اي حد بيتابع كوره هل انت محتاج لسه تناقش الحلال والحرام والجديه والتحكيم مع مين ومين اللي بيكسب بطولات بمساندة التحكيم ومين اللي كان يعني الفير بلاي نجوم كبار جدا اللي يقول لك انا حضنت كابتن احمد حسام لما جاب فيا الجون بتاع المحله كابتن اسامه مدرب عام منتخب مصر بيقول لك انا كنت راجع للزمالك وجات لي 3 فرص درجه
قلت الكابتن ابراهيم خش بقى يعني شيل شيل بقى ما تحرجنيش انا هخش على الجون اهو يعني انتوا لسه هنقعد نفصل في حد يستطيع انه يقعد يجمل هذا الكلام ولا يقول انهم قصدهم النادي الاهلي ولا يقول اصل قصدهم حاجه تانية غير اللي بيتقال الناس دي بتتكلم وبتنسى انها في لحظه امام الكاميرا بتقول من باب اي حاجه الاستعراض من باب ان هم يبينوا مدى تعلقهم بناديهم الزمالك لكن الفاتوره اللي بيدفعها مين النادي الاهلي الجمهور مش النادي الاهلي عمره ما يدفع فواتير النادي الاهلي حقه بيجي له لانه اللي بيقول لك التحكيم واكتر نادي بيستفيد بالتحكيم الافريقي ها لا يا حبيبي تعالى بقى اوريك التحكيم الافريقي عمل ايه في النادي الاهلي ده احنا اربع خمس القاب في الخمس سنين اللي فاتوا دول بس لوحدهم بالاضافه الى السوبر انت فاكر موضوع السوبر ملفه كامل يوم الاثنين هتشوف يوم الاثنين مش هتكلم بقى دلوقتي لان في كلام انا يعني حضرته بصفتي كنت انا اللي مرنظم الرحله بتاعه جوهانسبرغ بطياره خاصه يعني فالكلام الناس الحقيقه مش بتتكلم علشان هي مصدقه انها بتقول الكلام الحقيقي لكن هي بتتكلم على زي ما الكابتن لطيف كده قال لك اهو 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 شفت ازاي هو يعني عارف انها هي مش ضربه جزاء لكن هو بيدعم منطق ايه لح 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 لحد الناس ما تصدقك وتفتكروا بعد اللي هتسمعوه ده كمان هتصدقوا نشوف خدنا الكاس بالحكم اليوناني انت بتتكلم في ايه هتريك جمال محرم شريك ممدوح عباس رئيس البنك اليوناني هنا في مصر عيب يا جماعه انا اكلم حضرتك في منتهى الصراحه ايوه بالظبط مصطفى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك حابب جدا ان هو ياخد بطوله فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين تحكيم فعلا كان ظالم جهاد جريشه سنه 2014 هو اللي ضيع مننا الكاس عند يعني قاصدا الله وبعدين الحكم اللي هو بتاع المباراه بتاعت اللي كان اخر مباراه يحكمها سنه 2018 عيني عينك كسب الزمالك واتحاد الكره كانوا قاعدين يقول لك ايوه احنا عايزين الزمالك يكسب واحنا كاسبين بهدف لحسام عسل من الدقيقه 3 دقيقه 86 يعني انت بتجيب بقى من فوق قوي بتخلص من فوق يعني بعد ان يتحدث الكبير عايزين تتكلموا في ايه على فكرة مرة قالها قدامي أنا في اجتماع مع الدكتور عمارة كان بيكلمه حكم مصر ولا أجنبي مش عايز أعيد تفاصيل واخد بالك لكن قال ما معناه الكلام ده إحنا الحكام المصريين بنعمل ودس أوي واخد بالك مش من مصلحتكم يعني هو كان بيقولها من دافع إن إحنا إيه إحنا قلنا عايزين مصريين عايزين أجانب وقتها اللي أنتوا عايزينه فهو كان عايزنا نرفض المصريين فقال ما معناه الكلام ده قال لا دول بتوعنا مش من مصلحتكم قدام دكتور عبد المنعم عمار لدرجه ان انا الكابتن حسن كنا قاعدين وكان اللواء حرب قاعد فقلت له يلا بينا يا كابتن ما خدش باله الكابتن حسن من الموضوع فقال لي يلا بينا على فين قلت له هنقعد نسمع ايه بعد كده الراجل بيقول لك احنا يعني التحكيم المصري ده بتاعنا ومحدش علق يعني فالموضوع قديم وواضح واكتر ناس بتتكلم فيه وبتنفيه هي اللي عارفه حقيقته وبتطلع دي الحقيقه على لسانهم مش على لساننا كل شويه. طيب الكلام كده واضح جدا والاعترافات بعظمه اللسان وزي ما المهندس عدلي قال كفونا الكلام عند التحدي. هو البطوله بتاعت لكن انا هاجي لك على مؤمن سليمان مثلا. استاذ فرق المهندس فرج قال لك 2014 طب ما 2018 ده دي بتاعت ثروت سويلم اللي قال هو عايز بطوله عايز يكسب بطوله وطلع كان وقتها رئيس لجنه الشباب والرياضه الاستاذ فرج عامر لو ده عندك بعد كده تجيبها لنا بقى يقول حسبي الله ونعم الوكيل اهو قبل الماتش وبعدين كان كسبان وفاضل دقيقتين ونفس القصه فاول وعدم احتساب ضربه جزاء وتعادل الزمالك وكسب بضربات الترجيح ولعب البطوله اللي خد بعديها الكونفدراليه لقب على لقب يعني طيب الناس بتتكلم بلسانها وبتسمعوا الاعترافات من غير ما احنا نتدخل ولا احنا نتكلم انما فكره ان انا اضغط على الجمهور
وصلنا في الجمهور فده لسان فتنه، لان اللي حصل من الكابتن مؤمن سليمان وله، انا شخصيا هو من المدربين الشباب الواعد اللي الواحد بيقدره وبيقدر كفاحه وطموحه، لكن هو انت تقدر تطلع تقول تصنيف جمهور الاهلي في اللي انت هتقوله ده؟ نسمعه بعد كده نتحاسب. جمهور الاهلي انا بتكلم بصراحه يمكن اكتر، لكن لو دخلت على شله مثلا بتتكون من 10 افراد، فهتلاقي مثلا فيهم 7 يقول لك انا اهلاوي فبس ماليش في الكوره، هتلاقي 2 في الاهلاويه بيقول لك انا اهلاوي ومتابع جامد جدا، خلاص كده يعني تحس ان اغلب الاهلاويه مش ما لهمش في الكوره، مش متابعين زينا يعني. لا طبعا في يعني في اهلاويه كتير متابعين ومتعصبين وزينا وبيفهموا في الكوره، لكن مثلا كم في الميه؟ ما علينا يعني. لا لا معلش انت كده دخلت في الاربعه ما يعني، يعني كان ما عملتش احصائي كان في من وجهه نظر ما عملتش احصائي، لكن مثلا هتخش تلاقي واحد الزملكاوي زعل منك يقول لك يعني انت دلوقتي عايز تقول ان الاهلاويه في مصر 70% والزملكاويه 30%؟ انت عمرك ما هتسمع الجمله دي، انا ماليش في الكوره بس الزملكاوي، عمرك ما هتسمعها، لكن هتسمع انا ماليش في الكوره بس انا اهلاوي انا بحب الاهلي، هتسمع الجمله دي كتير، لكن عمرك ما هتسمع تقول واحد يقول لك ايه انا مش في الكوره بس انا زملكاوي، مستحيل. هو لان احنا مش 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 على طول بنكسب، احنا بنلعب كره حلوه، احنا على طول عندنا مواهب، فاللي بيحب الزمالك ده بيحبه عشان حاجه، فلازم يكون متابعه عشان يحبه. والحقيقه لازم احيي ذكاء الاستاذ احمد جمال، هو مؤمن بيقول ايه يعني الجمهور الاهلي 70 والزمالك 30، لكن السبعه دول كل 3 4 يقول لك انا ماليش في الكوره بس اهلاوي، ها ما معناه يعني ان نص جمهور الاهلي مش بتاع كوره او ملوش في الكوره. طبعا ليس لائقا ان تتحدث عن الجماهير بهذا الاسلوب، اولا انت ما عملتش احصائيه، ثانيا هقول لك انا المفاجاه الكبيره بس بعد ما ارد في الحته دي، انك انت اعترفت ان جمهور الاهلي 70 والزمالك 30، ودي اللي خد باله منها مين؟ المذيع الارم اللي قاعد بقى معاه ده اللي واخد باله. قصدك يا كابتن فاروق الزمالك والاهلي قصدك انت كده يا عم اكنك بتقول ان جمهور الاهلي 70 وجمهور الزمالك 30؟ قال له لا بس ما هو نصهم بيقولوا احنا مالناش في الكوره، لكن لا يمكن تسمعها من جمهور الزمالك. هذا التصنيف هو نوع من العنصريه الغير مفهومه يعني. يعني انت جبت منين ان ده بيفهم وده ما بيفهمش؟ وبيفهم ايه؟ بسم الله ما شاء الله الكيمياء اللي عندنا المعقده قوي، يعني على اساس ان احنا بنشجع بالكتالوج والروح الرياضيه، على اساس ان احنا بعد ما نقعد نقول ده ما يمثلناش وده يمثلنا، النهارده بنقول الله ينور لمجرد انه يستطيع ان يفرض شيء بالدراع ويحوله الى يقود الجميع. هو ده اللي انت فاهم، هو ده بقى في رايك الوعي يعني، هو ده الوعي. جمهور الاهلي هو مواطن مصري، جمهور زمالك هو مواطن مصري، البعض منهم يفهم في الكرة، عاشق للكرة، يعيش تفاصيلها، والبعض منهم بيحب الحواديت اللي حوالين الكيان ده. لا وانا عايز اقول حاجه برضه يا باشمهندس اضافه للي انت بتقوله، ما هو مش بس جمهور كوره، انت ممكن تلاقي استاذ جامعه او حد مثقف محترم كيان الاهلي، محترم قيمه الاهلي، ممكن تناقشه في الكوره بيحب الحاجات الثانيه، بيحب القيمه هو شايف في قيمه معينه بيقدرها. ما احنا مش هنخش في التصنيفات. انا لو فصلت له اقول له لان الاهلي عنده 10 حاجات يتحب عشان واخد بالك وهي ال10 ثوابت دي اللي انت وغيرك بيطلع يضرب فيها طول النهار، مش نتيجه مباراه. انتوا مش بتضربوا في نتيجه مباراه، انتوا عارفين نتائج المباراه ده تاريخ ارشيف وبنطلع. هتقول لي تحكيم هجيب لك الماتش كويس، لكن هتقعد تقول لي البطولات الحلال، الكلام المرسل اللي بيريح الناس اللي هي عايزه تصدق وهم يعني 12 ابرك من 42 7 اكتر. هو انت لما تيجي تقول لي 7 و9 هو انت ما بتقولش ليه كم مره الاهلي وصل فاينل وانت وصلت كم فاينل؟ مين وصل فاينل اكتر؟ ما بتقولش ليه كم مرة دخلتها بصفتك حامل اللقب في بلدك؟ مش وصيف والنادي الاهلي يفسح لك المجال او انك انت يزحزحوا لك المقاولين والمحلة والاهلي عشان تلعب وتاخد بطولة وتعدها لي في التسعة؟ ها؟ مش عايزين نقعد نتكلم بالكلام اللي ملوش لازمة. المعايير
طب انا اقول لك حاجه يا استاذ ابراهيم، ولو انك هتقول لي مش وقتها يعني، ساعات انت ما بتحبنيش اخش في الحاجات دي. انت عمال بتكلمني على المعايير وتقول لي انا مش معترض، انا معترض ولا؟ طب ايش حالك بقى ما بتجيبش سيره القرن ال 21 ليه؟ ما هي ماشيه نفس المعايير معاك لحد النهارده. احنا اولاد النهارده حاجة. انت ترتيبك وترتيبي ماشي بالمعايير ده، اللي عمرك ما جبت سيرتها. احنا فين؟ انت عمرك ما جبت سيرتها. عارف ليه؟ ربما يكتشف ان لو طبقت معاييره هيروح بعيد قوي. فاهم قصدي؟ ما لعبش فاينالات كتير. فانت بتنقي المعيار اللي مزاجك. طبق لي ده عشان يعني انا داخل الثانويه العامه انا جايب 80% بس جايب الفول مارك في ثلاث مواد، فاروح رايح للراجل بتاع مكتب التنسيق بتاع كليه الهندسه اقول لي خد لي نتيجه الثلاث مواد دول، لان الراجل الاول على الثانويه العامه اللي دخل ده طالع الاول في مادتين لكن جايب 99.5 في الباقي. هو انت هتروح تقول للناس المعايير اللي تكسبك ايه؟ ولا انت بتمشي على معايير وبعدين لما تكتشف انها ما تناسبكش يا ريتك تعنط فيها؟ انت خلقت ازمه دلوقتي لاسباب كثيره سيتحدث عنها مستقبلا التاريخ. صحيح. طيب بعض نجوم الزمالك ردوا على مؤمن سليمان، نسمعه. الرئيس انا عايز اقول لك احنا اول نادي وصل لكاس العالم للانديه. اول نادي في تاريخ الكره المصريه. الجيل بتاعنا انا وحماده لما خدنا بطوله افريقيا سنه كام يا حماده؟ 86 تقريبا ولا كام؟ 86. كنا رايحين اليابان او الامارات مش فاكر، كانت بطوله كاس العالم للانديه واخدين لما خدنا بطوله افريقيا مش عارف 84 او 86. البطوله اتلغت للاسف الشديد، الحور الرعايه والكلام ده كان فيه مشاكل، واحنا اول ناس واخدينها، بعديها نادي الاهلي راح بعدينا. عشان كده سحبتوا من المباراه في المباراه دي تقريبا. ايوه بقول والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، وقلت الكلام ده في التحقيق بتاع اتحاد الكوره ولا حاجه. وبعدها باسبوع ادري ابو عظيم كان هو اللي ماسك قناه النادي الاهلي البرامج الرياضيه في النادي الاهلي، عادي مكافاه عاديه وعلى الملأ مفيش مشكله، لان الزمالك فقد الناحيه الاعلاميه بتاعته اللي انا بطالب بيها المستشار مرتضى منصور بقول له عليها، لازم عندك ناحيه اعلاميه. الاعلام هو انت النجاح. انت بتحب تتكلم على انهي سنه؟ الفريق احلام. طب ده ما الاهلي كانتش موجوده؟ لا كانت موجوده قناه الاهلي في الوقت دوت. لا ما كانتش موجوده. لا كانت موجوده ومسك ادري بعدها، مسك ادري بعدها مش ممكن، مسك ادري بعدها مدير البرامج الرياضيه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي برامج الرياضيه في النادي الاهلي ازاي؟ في قناه النادي الاهلي. ما كانش فيه قناه الاهلي ساعتها. لا كان فيه. انما النهارده المجموعه ديت لا مجموعه مميزه. بعد مباراه امبارح، بعد مباراه امبارح معلش طبعا اللي هو الليفر وتشيلسي، ده اللعيبه دي لازم يعني تفكر كده ماتش الترجي ده هيجي امتى؟ عشان اكسب، عشان اروح اقابل الناس دي هناك في كاس العالم. انت فاهمني يا احمد؟ لا انت عندك مجموعه مميزه تقدر، يعني انا قلت لك ايه، عجينه بتشكل بقى. انا عندي معلومه ارجو ان الاستاذ احمد ابو هشيمه وله كل الاحترام لانه رجل اعمال وطني، انه وعد عماد النحاس و اداره المقاولين الاداره الفنيه يعني ان الاهلي لو كسب الماتش هيعمل لهم معسكر في اعتقد اوكرانيا. مين اللي قال لك المعلومه؟ وابنه عضو مجلس اداره النادي الاهلي ومن اسره محترمه جدا، لكن اللي قال لي ابن مين يا فندم؟ ابن ابو هشيمه اعتقد عضو في مجلس اداره. لا ده احمد ابو هشيمه من سن يا فندم. طيب يعني الزملاء في الاعداد حبوا يقيسوا درجه الوعي يا كابتن مؤمن يا سليمان، يا اللي عايز تتكلم على وعي جمهور الاهلي العظيم المحترم الواعي، لا اتفرج على درجات الوعي اللي في الاستوديوهات. لو هنوصل لمستوى ان انت تطعن في الجماهير، ارجوكوا احترموا مشاعر الجماهير. جماهير الكره على كل انتماءاتها لازم أن تحترم، لان مبدئيا هي جماهير رياضه. انت عارف المفاجاه، مش حقها منكم ابدا ان انتوا توصفوهم بكده. لكن بعد ما قبل ما تكمل دي عشان بس الكابتن مؤمن هدي له مفاجاه لطيفه يعني. هو بيقول لك جمهور الاهلي 70-73 بس منهم ناس بيقول لك مالناش في الكوره. انت عارف الشركة اللي لما جت صلة تاخد العقد كلفت شركة أجنبية إنها تعمل لها بحث على عدد الجماهير وانتماءاته، فقالوا إن حاجة وسبعين في المية حوالي 80% من الجماهير بتحب كورة. ها من الجماهير دي يعني طلع حاجة و50 مليون بيحبوا الكورة، يبقى احنا طلعنا
او اللي ليهم في التشجيع، يبقى احنا طلعنا الناس اللي ما بتشجعش. هم عملوها بين الناس اللي بتشجع، فالناس اللي بتشجع طلعت النتيجه 76 مش عارف ال 24 صحيح. هجيب لك الرقم الحلقه اللي جايه. طيب سيبكوا بقى من كل الهرتله ديت، كل اللي فات ده في الرياضه ولا حاجه. ايه كتب ابو هشيم؟ قال لك ابدا ابو هشيم عضو مجلس اداره في الاهلي. في الاهلي؟ ده لعيب عنده 18 سنه. قال له ده ابو هشيم في سني. ابنه لعيب في الناشئين كمان. بالظبط. يا كابتن مؤمن يا سليمان. ادي جمهور الاهلي يا سليمان. عموما اللي فات ده كله مش رياضه. مش روح رياضيه. ومش العلاقه اللي المفروض تكون بين الاهلي وكل الانديه الشقيقه وعلى راسها الزمالك. الرياضه اللي بجد والروح الرياضيه اللي بجد عند رموز الزمن الجميل اللي احنا مسؤوليتنا ازاي نقدر على الاقل نفكركم بيه، اذا ما قدرناش نجيبه او نوديكم ليه نفكركم بيه اذ ربما. كابتن محمود الخطيب لما سئل عن الكابتن حسن شحاته. اللقطة التاريخية اللي بينك وبين كابتن حسن شحاتة. يمكن كان النادي الأهلي والزمالك وكل أندية كتيرة جدا نجوم كبار جدا في وقت واحد. وكل النجوم دي الحقيقة كلهم كل واحد أحسن من الثاني يعني. يعني كنت بقول لحضرتك كل وده برضو حاجة لازم ندرسها دلوقتي. المحلة، المنصورة، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الاهلي، الزمالك، ترسانه، كل الانديه. مواهب كثيره جدا. جدا تروحي في اي ماتش تحسي انك انت ماتش مش مضمون يعني. الكلام ده الى حد ما قل كمواهب يعني. فاللعيب اللي بيستطيع ان هو يصل بقدراته بقدراته بمواهبه بثقته باخلاقه بثقته في الله سبحانه وتعالى يعني في حاجات كتير لا ليه قيمه كبيره. فكنا في مباراه اهلي وزمالك والزمالك بيسنتر هو اللي هيبتدي الماتش واحنا كلنا واقفين كل الناس بقى واهلي وزمالك جمهور وجمهور كبير جدا طبعا. اللي هو الجمهور ده بقول لك اللي هو صاحب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى طبعا يعني. طبعا ف في بعض الناس ابتدت يعني تقول الفاظ لحسن لحسن. فانا الماجورتي كان جمهور اهلي بقى يظهر ولا ايه؟ طبعا كان لا جمهورين ولا كانوا متوسط بس هم طبعا كانوا بينوشوا بعض. اوكي كويس. فلما حصل كده فلسه الحكم لسه هيصفر. فرحت جاري الراجل حكم استغرب كمان لما دخلت جوه الحكم اجنبي. فلما دخلت جوه الدايره المفروض ما اخشش جوه الدايره والفرقه الثانيه الا سنتر يعني. فدخلت فهو بس واستنى ما صفرش. فرحت خدت حسن ورحت انا وهو بقى للجمهور الاهلي. وبعدين رحنا جمهور الزمالك مع بعض. سقفوا بقى سقفنا لبعض وسقفنا لهم وهم سقفوا لنا وخلاص. كابتن الخطيب بيتقدم لحسن شحاته روح رياضيه حقه. الخطيب نجم مصر بياخد حسن شحاته نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الاهلي وبيتجه سويا الى جمهور نادي الزمالك. دي الروح الرياضيه اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بابطالنا. الروح دي اتشافت تاني لحد النهارده؟ والله الروح دي دايما موجوده واللعيبه فعلا اصحاب بعض جدا. هلعب لك حسن. من اجل هذا تلعب كره القدم يا استاذ ابراهيم، من اجل هذه اللقطات تلعب الرياضه وكره القدم، يا ريت حياتنا كلها تظل على هذا النمط. وهل جزاء الاحترام الا احترامه؟ كابتن حسن شحاته المعلم الكبير لما سئل عن الكابتن محمود الخطيب. نشوف. والثلاثة ما يتخيروش عن بعض، فاروق جعفر وعلب وجريشة والخطيب ما يتخيروش عن بعض. لا لا ده علاقة من قديم الأزل، علاقة جميلة جدا يعني. هو وأجيب أنا أجوان وبتاعه وكذا وكذا، هو نفس الحكاية. هو لما يجيب أجوان أنا نفس الحكاية، أقول الله طب أنا ممكن أجيب أجوان وبتاع بالرغم إن مركزه غير مركزي. عارفة؟ فالمنافسة مش غيرة. المهم إن نوصل إنها مش غيرة، ليه؟ لأن لو هي غيرة يبقى في عدم حالة حب بيننا، لكن ده ما كانش موجود يعني. حالة الحب موجودة لغاية دلوقتي والحمد لله. الأسماء اللي أنا قلت عليها دي كلها ما بين الخطيب وحسن شحاتة وفاروق جعفر ومصطفى وعلي خليل وأبو جريشة، كانت علاقتهم مع بعض كويسة يا كابتن حسن؟ جدا فوق ما تتخيل. والله؟ والله. أنت لسه صاحب محمود الخطيب؟ حبيبي محمود الخطيب. حبيبك. محمود الخطيب؟ حبيبي محمود الخطيب. والله. والله. إسلام هو الأهلي. زملكاوي.
اسلام؟ الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر، كريم الاكبر. اهلاوي؟ اسلام الاصغر، بالرغم ان هو 3 سنين لكن كلمه الخطيب دي في بقه على طول. دايما انا بشوش اقول له قول حسن شحاته، يروح يقول لي خطيب. طيب الحاله الجميله ديت كان المهندس عادل سأل في البدايه نقاد الزمن الجميل فين؟ فين الاساتذه الكبار؟ اساتذتنا فين؟ اللي فعلا كان كل واحد فيهم كلمته تهز مبنى. في ظل كل اللي حاصل ده اخيرا كتب الاستاذ ابراهيم حجازي في اهرام الجمعه: يا حبيبنا وحياه كريم ما تسيبنا، بيبو 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 الله يا خطيب. متحدثا عن المعلم حسن شحاته وعن الكابتن محمود الخطيب وعن روائح الزمن الجميل اللي مسؤوليتنا على الاقل نفكر الاجيال الجديده بيه اذ ربما. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هناك الكثير من المهم عن اسرار الملك. اسرار الملك صالح سليم الدكتاتور والتدخل او الشان الداخلي للزمالك. القصه مهمه جدا يا جماعه، والقصه فيها كتير من التفاصيل المثيره والمهمه. بعد فوز الاهلي على الزمالك في شهر يونيو 96، دي كانت مباراه الدور الثاني اللي حكمها الكابتن قادر عبد العظيم. الاهلي وقتها يكسب ياخد الدوري او يتعادل يكسب يفوز بالدوري. مباراه الدور الاول كان حكمها حكم مصري، فاتحاد الكره وقتها صمم ان لقاءات القمه الاثنين هيحكموا حكم مصري. فلما ادار القمه في الدور الاول حكم مصري، صمم على اداره القمه في الدور الثاني لحكم مصري. الزمالك تحافظ على اسماء، الاهلي تحافظ على اسماء، الاتحاد اختار قادر عبد العظيم حكم المباراه. اتقدم فيليكس بالجون الاول، اتقدم حسام حسن بالجون الثاني، شرعي على المذاهب الاربعه، الى درجه انه نبيل محمود مدافع الزمالك اللي اتقال ان هو حرق التسلل مع حسام حسن، لما كابتن مدحت شلبي جابه قال له لا الجون سليم 100%، احنا حبينا نضرب كرسي في الكلوب. ده مش الحقيقه نبيل محمود، ده مدحت كابتن عصام مرعي وعصام مرعي قال لك ان الجون صحيح بس احنا انسحبنا علشان نطفي الفرح للاهلي. كانت النتيجه ايه؟ انه تم حل مجلس اداره الزمالك برئاسه المستشار جلال ابراهيم. المباراه في يونيو 96، دكتور عبد المنعم عماره وزير الرياضه وقتها كان المسمى رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. هناك الكثير من اسرار الملك وهو النادي الاهلي عن رقم واحد ما يتعلق بشخصيه الكابتن طارق صالح سليم عليه رحمه الله، اللي وصم في لدى البعض ممن لا يعرفونه بانه دكتاتور، واسرار كثيره المهندس عدلي كان شريك فيها لانه كان وقتها قاعد على مائده مجلس الاداره مديرا تنفيذيا للنادي. ايه اللي حصل في اسرار الملك في الفتره دي؟ هو الحقيقه لما حل مجلس اداره نادي الزمالك تم تعيين الدكتور كمال درويش، بعديها باسبوع كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي. الكابتن صالح كان من حيث المبدا هو شايف ان مش من حق الوزير انه يحل مجالس ادارات منتخبه. ده كان مبداه. فلما فوجئ ان مجلس اداره نادي الزمالك اتحل بقرار وزاري من الوزير اتضايق جدا، وفي الاجتماع قال عايزين ناخد موقف. يعني صالح سليم اتضايق لحل مجلس اداره الزمالك؟ ايوه. وقال ان ده مش من حق الوزير، وازاي الزمالك يتحل له مجلس اداره ايا كان السبب، عشان مباراه، عشان عدم امتثال، عشان انسحاب، عشان اي حاجه. ما هو مش مقتنع ان دي تبقى صلاحيه من صلاحيات الوزير. فابتدوا مجلس الاداره طبعا كله تفاعل، كلهم قامات، استاذ ابراهيم المعلم، الكابتن حسن حمدي، دكتور اللي هو سفير نور، الدكتور حسام بدراوي، قامات كبيره، المستشار مجيد محمود، مش متذكر اعتقد محرم الراغب، كابتن محرم الراغب، المستشار محمود فهمي، وبداوا يكتبوا البيان اللي هيرفض فيه مجلس اداره النادي الاهلي قرار وزير الشباب والرياضه بحل مجلس اداره النادي الاهلي. لا استناني، الاهلي هيطلع بيان
مجلس الإدارة، قرار مجلس الإدارة يرفض حل مجلس إدارة الزمالك، يرفض حل مجلس إدارة نادي الزمالك. وحيلجأ بقى إنه يصعد عشان يعني الموضوع ده يتحل إزاي يعني. أنا قاعد ساكت لكن كلام غريب صح. أنا قاعد الكلام شكله طبعا حلو شكل مدهش، لا ومن ناحية المبدأ طبعا، لكن أنا ليا قاعد في دماغي حسابات تانية. أنت مدير النادي، فأنا قاعد، هو مدير النادي كان بيحضر الجلسة بصفته أمين سر للمجلس عشان يكتب المحضر، ولكن ليس له أن يتدخل في المناقشات إلا إذا سئل في تفاصيل إدارية أو إنه له صوت. فأنا قاعد ساكت، هو كابتن صالح يقعد كده، كابتن حسن كده، أنا كده على شماله عشان لو عايز حاجة يطلبه على طول، وعلى شمالي دكتور حسام بدراوي، وبعدين إبراهيم المعلم. أنا فاكر ترتيب القعدة لأن إبراهيم المعلم قاعد يكتب، وبعدين مرة واحدة راح مكرمش الورقة وراح باصص لي، إيه يا عم عادل؟ أمال عمال لي فيها صحفي؟ أنت سايبنا عمالين نكتب، ما تكتب يا سيدي البيان بطريقة المهندس إبراهيم. فأنا رحت مبتسم كده ورحت باصص للكابتن صالح، قلت له كابتن هو أنا ينفع أتكلم؟ قال لي فيه إيه؟ قلت له كابتن أنا ليه رأي بس عايز أقوله. فقال لي فيه إيه؟ اتفضل قول اللي أنت عايزه. هم خلاص اتفقوا على البيان؟ لا خلاص البيان بيتكتب، هي صيغات يعني الصيغه دي احسن ولا الصيغه دي احسن. فابتدى ابراهيم يزعق لي اكتب بدعابه يعني، انت عامل لي فيها صحفي ما تكتب البيان. قلت له الحقيقه انا مش هكتب البيان لسبب كابتن، الحقيقه انا متخوف ومش حاسس ان ده قرار من ناحيه العمليه صح، من ناحيه الموضوعيه كمبدا الشكليه من الناحيه العمليه لا. قال لي ايه هتقعد تتفلسف لي ايه يعني؟ قلت له يعني دلوقتي يا كابتن صالح مجلس اداره الزمالك اتحل وتم تعيين مجلس جديد استلم وقابل المهمه او ما نجي بعديها باسبوع، انا رافض مجلس اداره الزمالك اتحل، اكني بطعن في المجلس الجديد. لا اكتر من كده، ده المجلس الجديد اشتغل هيقول لك النادي الاهلي بينظر عليا وبيحرجني ازاي النادي الاهلي يرفض وانا اقبل ومش هياخدوها بحسن نيه او بين قوسين انتوا مالكم مش هي في الاخر هتبقى مش انتوا مالكم مش هياخدوها بحسن نيه طبعا كمجلس تعيين. فكابتن صالح راح عامل ازاي؟ فابراهيم المعلم قال لي انت بتقول ايه سفير نور؟ قال لي احنا النادي الاهلي احنا نعلق. ضيعت البيان انت النادي الاهلي ولازم احنا اللي نعمل المبادرات وبتاع. رحت بص الكابتن صالح، ما انا مش هخش معاده مجلس اداره ازاي اجادله؟ طبعا يا كابتن صالح النادي الاهلي بيعلم بس بالنموذج، مش بانه يقول للناس ده صح وده غلط وانت لازم تعمل وانا لازم انا اعمل، والناس تقول لك والله الاهلي بيعمل كده يا ريت نعمل زيه تقتدي بيه بس ما اقولهمش اعملوا دلوقتي كده. يا كابتن انت عايز ترفض قرار مجلس قال لي طب نعمل ايه؟ قلت له ابعد خالص عن انه يمس نادي الزمالك، اتكلم انا ضد صلاحيات الوزير في حل مجالس ادارات انديه منتخبه دون الرجوع للجمعيه العموميه. ابص كده قلت له، والدكتور الجنزوري كان رئيس الوزراء نائب النايب رئيس الوزراء، ما اعرفش كان ساعتها نائب رئيس الوزراء ولا رئيس الوزراء، المهم يعني الوزراء. وكان بيدرس، كان عامل لجنه انا شرفت ان انا اكون فيها من سته لوضع قانون جديد، كابتن نعمان استاذ ناصف سليم استاذ عبد العزيز الشافعي وانا ودكتوره والكابتن نعمان ودكتوره فاضله كانت عميده معهد الاسكندريه التربيه الرياضيه سته، كان عايز مننا شكل لتطوير الرياضه المصريه، فانا عارف ان هو عايز مستني حاجه زي كده. فقلت له واحنا نعمل مذكره ونعرضها على الدكتور الجنزوري، وفعلا كلف المستشار محمود فهمي انه يعمل مذكره ويعرضها على الدكتور الجنزوري، وبعدين الدكتور الجنزوري ما كملش. وانما اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ انه الكابتن صالح في حاجتين مهمين، هنا البعض يفتكره دكتاتور، ده جزء الجزء الاهم ان الاهلي كان متضايق عشان الزمالك ايوه كانه قرار يمسه ثانيا ان صالح كابتن صالح الذي يوصف بالدكتاتور
ما انا مش عايزه مجلس اداره، مجلس اداره بالكامل كان عايز البيان يطلع، لكن اصغى لرايك، اصغى وقال لهم فكروا بعدين ناخد القرار في منطق. فلما فكروا قال لك في منطق، قال لي ممكن تتفسر كده، مش هتتفسر بحسن النيه. فرجع وخلى المستشار محمود فهمي عمل مذكره ولم يصدر البيان. اذا شهاده شاهد عيان بل واحد من صناع القرار والقائمين عليه في هذه الفتره المهندس عادل القيعي، شفتوا ازاي ديمقراطيه كابتن صالح سليم على الترابيزه؟ مدير النادي وهو ليس له حق التصويت لما يطرح فكره او راي فيه منطق سليم يغير قرار مجلس الاداره ويقنع كل اللي على الترابيزه بالتصويت بقى وجاهه الراي، يغيروا بالمنطق. يعني هو بالتصويت. مش خد رايه وقال لهم هي كده، اه قال لهم يا جماعه ندرس ونرجع في منطق وليه وجهه نظر نرجع نصوت من جديد. ايه رايكم؟ رجع صوت، اقتنعوا كله، رجع صوت فانحازوا مجددا لراي مدير النادي. هو ده النادي الاهلي اللي كان حريص على قيمه نادي الزمالك وعلى مكانه نادي الزمالك وعلى حق الجمعيه العموميه في نادي الزمالك. هو ده الاهلي، وهذا جانب من اسرار الملك، ولكن هناك ايضا الشموع الحمراء. طارق سليم رمز لا ينسى. اذا تكلمنا عن كابتن صالح فلا يمكن ان يفوتنا الحديث ابدا عن الكابتن طارق سليم عليه رحمه الله، اللي حلت ذكرى رحيله في الشهر الحالي. كابتن طارق سليم اللي شقيق الثالث لكابتن صالح والكابتن عبد الوهاب على الجميع الرحيل، ولد 15 يوليو 37، توفي 16 يوليو 2016. الذكرى الرابعه لرحيله حلت، على روحه كل الدعاء بالرحمه والمغفره ان شاء الله. نشوف في هذا التقرير جانب من مسيرة واحد من الشموع الحمراء. طارق سليم راجع لورا اهوت، واحد ثاني بيصلح له الكورة، جمال محمود وطارق بيشوط. الطيار الكابتن طارق سليم اسم لا يحتاج إلى كلمات تتحدث عنه بقدر ما تحتاج الكلمات ذاتها للتزين باسمه وسيرته وتاريخه. هو جنتلمان الكرة المصرية وأحد أساطير الأهلي. الكابتن طارق سليم الشقيق الأصغر للراحلين العظيمين صالح وعبد الوهاب سليم، ونجل الدكتور محمد سليم أحد رواد أطباء التخدير في مصر. والدته هي السيدة زين الشرف، نجلة واحد من أشراف مكة المكرمة قبل انتقاله للعيش في تركيا ومنها إلى مصر. ولد طارق سليم في 15 يوليو عام 1937 بحي الدقي بالقاهرة. انضم إلى النادي الأهلي بعد أن اكتشفه حسين كامل الكشاف المعروف، وسرعان ما تألق واندمج مع زملائه، فكان قرار تصعيده للفريق الأول عام 1954 بناء على تعليمات المدرب مختار التتش. عامان فقط احتاجهما طارق سليم ليفرض اسمه على المنتخب المصري لكرة القدم عام 1956 وهو دون 19 عمره، بعد تألقه اللافت مع الأهلي. طارق سليم راجع لورا اهوت، واحد تاني بيصلح له الكورة، جمال محمود وطارق بيشوط. نجح طارق سليم في الفوز ب14 لقبا مع الأهلي خلال مسيرته المظفرة، بواقع 7 بطولات دوري، 5 بطولات كأس مصر، بطولة الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة. كما حقق مع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1959، وشارك في دورة روما الأولمبية عام 1960، وبطولة البحر الأبيض المتوسط، وكأس العالم العسكري. اعتزل طارق الكرة عام 1965 بعد 17 عاماً بقميص الأهلي، متجهاً إلى مهنته الأصلية كطيار، وتدرج في الترقيات
حتى أصبح كبير الطيارين بالشركة الوطنية للطيران. لم تنقطع علاقة طارق سليم بالأهلي حتى آخر أيامه، حيث تولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول في أكثر من مرحلة، وظل في خدمة النادي حتى وافته المنية في 16 من يوليو عام 2016 عن عمر يناهز 79 عاما، بعد أن سطر تاريخا أسطوريا مشرفا مع الأهلي لاعبا وإداريا. الحقيقة الأول دعني أهنيك على اسم الشموع الحمراء، وإحنا بنتذكر الشموع الحمراء. اقترحوا علي صديق أهلاوي اسمه أحمد الخواجة، مدرس لغة إنجليزية. الحقيقة وهو بيدردش معايا كده في بعض الحاجات ذكر كلمة الشموع الحمراء على الشموع السوداء، فليه الحق في ذكر اسمه. موفق جدا لأن إحنا عايزين نتذكر رموز النادي الأهلي كله في مناسبته، وأحيانا هنختلق مناسبات عشان الناس تعرف رجالات الأهلي وكيف يصنع الأهلي. كابتن طارق سليم يعني أنا على المستوى الشخصي بسرعة كده تجمعني به مجموعة من العلاقات والمشاعر الغريبة جدا. أنا كنت في مدرسة النقفاش النموذجية، هو كان في الأرمان النموذجية، كان بيتعمل اليوم النموذجيات المعادي والأرمان والأهلي في كل الألعاب. فكان يجي كابتن طارق سليم كشكول يلعب هاندبول، كانت لسه في مستوى تجريبي، ألعاب قوة، يلعب وثب عالي، تنس طاولة، كرة قدم، كشكول، يلعب كل درست نقراشة بيتلعب خلاص عليه رحمة الله. رحمة الله عليه. فعلاقتي بيه علاقة انبهار، ما كنتش لسه روحت النادي الأهلي. وبعدين جينا في 59-60 الكابتن طارق سليم، كنا بنلعب تركيا، كان عنده ظرف كده يعني بعدين نحكيه، يعني كان ظرف ريزل يعني. طيب. فبيلعب هذه المباراة وهو في يعني عنده ضائقة نفسية، ويلقب بطارق سليم الأول لأن كان بيلعب عليه أهم جناح في أوروبا في تركيا اسمه طارق، وهو كان طارق سليم الأول، وتصور على رأسه تاج في هذه المباراة. كان قاهر التراكو عليه رحمة الله. هذا هو الكابتن طارق سليم، له كل الدعاء بالرحمة والمغفرة إن شاء الله، واحد من الشموع الحمراء اللي أضاء الطريق الأهلي عبر كل العقود. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية في ليلة العيد، وما ينفعش أبدا نكون ليلة العيد على ضفاف النيل الخالد وفي رحاب النادي الأهلي على مقربة ولا نتذكر سيدة الغناء العربي أم كلثوم في مثل هذه الليلة حين منحها الملك في 17/9/44 17/9/1944 حصلت أم كلثوم على وسام الكمال من الملك فاروق هنا في النادي الأهلي ليلة العيد في مثل هذه اللحظات، وغنت يا ليلة العيد، وقالت ما كان للكمال أن يكتمل لولا أن أقيم الحفل في النادي الأهلي. الحقيقة من اللحظات المضيئة جدا، واللي تدلك على إن النادي الأهلي ده ما كانش نادي كورة أو نادي رياضة. ده كان يعني مكان بيشع أو بينبض بالثقافة، ينبض بالوطنية، ينبض بالقيم والتقاليد، ينبض بالفن. وكان عندنا حتى في الهوايات كان عندنا مسرح وممثلين. انا كنت اشوف عباس فارس، وكنت اشوف ممثلين كتير جدا وانا صغير، يعني مش صغير قوي لان انا جيت بعد الجامعه على طول هنا، لكن كنت بشوفهم قاعدين في جنينه النادي الاهلي. وانت شفت فريد شوقي في السقف، وشفت رحمه الله جميع عبد الرحيم حافظ، وشفت لا وكانت نجاة الصغيره، انت شفت الحفلات كنا بنعملها، ورده وياسمين خيام اول مره تغني، غنت على حمام السباحه في النادي الاهلي في حياتها في حفله غنت احتفالا ببطولة النادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي، وهي دي قيمة النادي الأهلي. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم جميعا، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 8:00 مساء الاثنين القادم إن شاء الله.
تصبحوا على خير وكل سنة وانتم طيبين.